أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا ضيف غني عن التعريف، رجل الكهف. خلونا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك أخي ديفيد. حبيبي جاني، يسعد مساك ومسا جميع الأصدقاء. يسعد مساك، يسعد مساك. طبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي، اليوم موضوعنا هو التعليم الديني، أو خلينا نقول التعليم المدرسي، التعليم بالجامع، التعليم عموما اللي بيتلقاه الإنسان المسلم أو الشرقي، وبتأثر فيه وشو نتائجه يعني. فخلينا نبدأ بسؤال من غير الأسئلة اللي محطوطة. شو هو التعليم؟ شو بتعني كلمة تعليم؟ يعني شو إن كان بالشرق بالغرب، كلمة تعليم الإنسان، ثقافته، التكثيف الثقافي خلينا نقول، أو تثقيف الإنسان. صديقي، التعليم فينا نعتبره يعني هو نوعين أساسيين، نوع التعليم المجدول أو التعليم المدرسي، ونوع آخر من التعليم، التعليم الحر أو التعليم اللي بيدور عليه ويتلقاه أي إنسان لوحده. غالبا التعليم المدرسي بيبقى تعليم ممنهج من قبل الحكومات موجودة بأي سلطة بأي بلد، لحتى تبرمج نوع من برمجة المواطنين عندها على مفاهيم معينة، على أفكار معينة، لحتى يوجهوهم بس ليكبروا يصيروا يفكروا بطريقة معينة. أنا في إلي كان مقطع فيديو قديم حكيت فيه عن طريقة أو حاولت وصف فيه الدماغ كيف يفكر عند الإنسان عموما، وشو السبب اللي كل الناس بتشعر باختلافات ما بين آراء أو أفكاره. نحن وقت منولد ما في عنا برنامج بدماغنا يفهمنا مثلا الأشياء اللي بنسميها فيزياء وكيمياء ورياضيات وعلوم ودين وإله وأي شيء بدك إياه. برنامجنا الأساسي هو برنامج غرائزي بحت، بيخلي الرضيع يتمسك بصدر أمه ليرضع، بيعلمه يخاف من المرتفعات، بيعلمه بيحافظ على حياته لحتى يصير بمرحلة البلوغ، يحسن يمارس الجنس، يمرر جيناته للأجيال اللاحقة. فقط تقريبا هذه هي مهمة كل الغرائز. هلأ هي الموضوع كتير عريض وما فيني أغطيه هلأ بعجالة، لكن عموما هي الفكرة. لكن حياتنا المدنية اليوم، التعقيدات اللي صرنا عايشين فيها من 2000 3000 سنة وجاية لهلأ، هذا الشيء ما له مبرمج الإنسان على انه يعيش فيه. يعني نحن منا مبرمجين على كيف نحن نعيش كمجتمعات من كذا مليون شخص، منا مبرمجين على كيف نلتزم بقانون السير، كيف نتعلم الكيمياء الفيزياء، هيدي الامور كلياتها. فهون بيلجأوا لموضوع التعليم المدرسي اللي هو يفترض يبلش يبرمج الناس على انه تتعلم كيف تتعامل مع بعضها، اقتصاد، سياسة، دين، رياضيات، فيزياء، كيمياء، أي شيء بدك إياه، وتاريخ. بكل أسف بمعظم الدول النظام التعليمي دائما هو نظام يعني يهدف للسيطرة أكثر ما يكون يهدف لتعليم الأشخاص، بمعنى يهدف للسيطرة الفكرية، يعني يهدف لأنه يخلي الناس تفكر بطريقة معينة. سو هو بيلعب لك بدروس التاريخ، بيفهمك التاريخ بطريقة معينة. بسوريا عندنا مثل بعض الدول كان في عندنا مادة اسمها القومية مثلا، تربيات دينية بتتعلمها بالمدارس، بيحاول يوجه لك المعلومات بما يتماشى مع الأفكار اللي تخدم مصالح السلطة بمعظم البلاد. هون بتنبع أهمية الشيء اللي اسمه التعليم الفردي، واللي بيتمرس بيتجسد بشكل أساسي بموضوع القراءة، وهذا السبب اللي خلاني بلش بسلسلة عن الموضوع بقناتي. لأنه وقت أنت بتصير بتقرأ أو بتتعلم أو بتتثقف بنفسك، فأنت بيصير في عندك وايد رينج اوف تشويسز، خيارات كتير عريضة متاحة، بإمكانك تجيب كتب من مختلف الثقافات من مختلف المجالات تتعلم عنها وتعرف المعلومات من مصادر حقيقية من غير ما يكون في كنترول عليها من السلطات الحاكمة في كل بلد. باختصار شديد يعني هذه موضوع التعليم.
طيب خلينا نرجع نبدأ بأسئلتنا. هل يؤثر التعليم الديني في المدارس على ازدواجية شخصية المسلم؟ لا سيما أن أغلب المناهج الدينية تهتم بإظهار الإسلام بشكل لطيف ولا تذكر آيات أحاديث القتل والإرهاب وآيات النكاح والجنس والعقوبات الشرعية مثل الرجم وقطع الأيادي والأرجل. وهالأشياء هي يعني بتعرف أنت التعليم عندنا ما يعني المدرسة ما درسنا الرجم ما درسنا، بيظهروا لنا بس بيت العنكبوت ولو حطوا القمر في يميني والشمس في شمالي وهالحكي هذا اللي واطلب العلم ولو في الصين، يعني ما بيذكروا هالآيات القتل والأشياء هاي. برأيك بشكل يعني بيأثر على ازدواجية الإنسان المسلم الإنسان اللي بيدرس هالأشياء هاي؟ جان، أنا برأيي يعني شوف الموضوع كيف بيصير. هلأ أنا في عندي مصطلح تسميه ثالوث الشر أو ثالوث القمع، إذا بدي استعمل المصطلح أخف شوي، اللي هو السياسة والدين والاقتصاد. هدول الثلاثة ثالوث متمازج مع بعض منذ فجر التاريخ، منذ بداية يعني تشكل القبائل البدائية، ايام اللي كان في الشامانات والسحرة البدائيين، وهيدي الامور اللي درسناها في الانثروبولوجي. من بدايات التاريخ بلش هذا الثلاثي يتكون مع بعضه، ولا زال لليوم باستثناء يعني حفنة قليلة من بعض الدول اللي بلشت تطلع من هذا الموضوع وهي الاكثر تقدما، مثل الدول الاسكندنافية مثلا. لكن هذا الثالوث هو الثالوث العام اللي ماشي بكل العالم عبر التاريخ عبر الثقافات. هلا ليش مثلا ببعض المدارس وقت هو عم يدرسك دين اسلامي بناء على سؤالك، مثل بسوريا ما كان بيدرسك الرجم والقتل وهيدي الامور؟ هذا الموضوع لانه ببساطه الدين يكيف دائما لحتى يمشي مع مصالح السياسه. سو وقت اللي تم تاسيس الديانات الكبرى والصغرى ببدايات، المصلحه الاساسيه هي سياسيه اقتصاديه، ما هو ثالوث مع بعضه مثل المثلث بيجي. اليوم اللي احنا وصلنا لمرحلة بالقرن الماضي مثلا، صار في تغيرات، صار في ايديولوجيات جديدة، صار في افكار جديدة عم تطلع على الصعيد السياسي والاقتصادي وغيره. الطريقة البدائية بالديانات الشمولية بلشت شوية تخف بمعظم الدول الاكثر تحضرا من المجتمعات البدائية اللي لسه موجودة هلا ببعض المناطق بالعالم. سو بيتم قولبة اي ديانة بناء على مذاهب، طوائف، أفكار، مشايخ، مرجعيات، اللي بدك تسميه، بغض النظر ديانة إسلامية، مسيحية، أي ديانة أخرى، بيتم القولبة بما يتماشى مع مصالح هي السياسة الحاكمة بهي البلد. سو مثلا ببلد مثل سوريا، مثل مصر، مثل لبنان، مثل هيدي الدول اللي هي لا تعتبر بالأساس دول إسلامية، مثلا النظام الحاكم بسوريا نظام بعثي يساري، أو يفترض يكون هو نظام اشتراكي وليس نظام إسلامي مثل السعودية مثلا، أو مثل نظام الحاكم بالشارقة مثلا. بيجي هاد بيقول لك أخي أنا بدي برمج إسلام خفيف بحيث إنه نحن نعلم الناس إنه هذا هو الإسلام، فبيطلع لك مرجعيات دينية معروفة، ما يسمى الإسلام اللايت مثلا. نفس الكلام ينطبق على المسيحية، برضو المسيحية عندك أكثر من طائفة كبرى، والبروتستانت منهم هن المسيحية اللايت. فوقت أنت بتيجي بالمدرسة مثلا ببلاد العربية، إذا استثنينا السعودية منهم أو بعض الدول المتشددة، ما حيدرسك رجم وقتل وقطع يد وكذا وكذا، هو بهمه يدرسك شغلات أساسية. صلي، صوم، اقرا قران اخي. حتى مثلا يعني الموضوع المضحك ببلد مثل سوريا انه صار معاهد الاسد لتحفيظ القران، اللي هو اساسا علوي وعمل معاهد اسد لتحفيظ القران للسنه. يعني لكن هي حركه ذكيه جان، انت عم تضحك، هي حركه ذكيه. يعني هلا هو شو فكر مثلا حافظ الاسد، وانا عم بحكي مثال بما انه انا عشت بهذيك البلد وقت طويل من حياتي. بيكون الزلمة فكر قال لك أخي أنا، وهو أول ما إجى على السلطة مثلا، أنا بدي أقمع الدين، بدنا نشيل مظاهر التدين، بدنا نشيل الحجابات، وأخوه رفعت عملوا
سرايا الدفاع وكذا، والقصص معروفة اللي كانت تصيب السبعينات وبدايات الثمانينات. بعدين فكر الزلمة، قال لك عمي أخي هالشعب بده يصلي بده يصوم كذا، كان يسكر الجوامع. قال لك لا عمي، أنا بعمل لك معاهد أسدي تحفيظ القرآن، تعال احفظ قرآن اقرأ تعلم هي الشغلات، صلي وصوم وكذا وادفع صدقة وزكاة وما بعرف، والناس بتحب بعضها والعصافير تزقزق إلى آخره. اترك لي السياسة على جنب، وطبعا لا تنسى موضوع يعني الحاكم، وانه يكون الحاكم هو ولي عليك وكذا. مثل اذكر احد خطباء الجمعة بسوريا البوطي كان، او خطيب واحد اخر مشهور عفوا كثير، عفوا عفوا ديفيد اللوطي. ايه يعني قال انه اخي هذا امير المؤمنين بشار الاسد وكلمته تطاع، امير المؤمنين يا رجل، يعني سواء يعني مثل ما داعش عم يحكوا على البغدادي، هو قال لك امير المؤمنين، فالخروج على الحاكم معصية كبرى. هذه بهمه. هلا ببعض الدول الاخرى مثلا داعش، هلا داعش لا تختلف من حيث المبدأ عن الاطار اللي انا عم بحكي، اقتصاد سياسة دين، لكن اخذوا منحى اخر بالتدين. القاعدة كذلك الامر، طالبان بالسعودية اللي بدك اياه، كل منطقة معينة إلى طوائف خاصة فيها، إلى مرجعياتها، إلى قصصها بما يتماشى مع سياسة البلد. هلأ الازدواجية اللي أنت عم تحكي عليها جان، لا شك هلأ هي، شوف هي ما لها ازدواجية أنا برأيي بالطريقة اللي أنت قلت لي عليها، بمعنى أنا وغيري من الأشخاص اللي درسنا أديان أو تبحرنا بالدين الإسلامي صرنا بنعرف خفايا الأمور، وصرنا نعرف تفسير الآيات والكتب الممنوعة. الكتب الدينية المتشددة مثلا كانت ممنوعة بسوريا، ممنوعة بلبنان، ممنوعة بمصر، ويحاكم اللي بيحملها. يعني قريناهم، تعلمنا، قرينا التاريخ، قرينا هذه الأشياء وفهمنا الإسلام على حقيقته، كذلك الأمر للديانات الأخرى. هذا الشيء ما عمل لي ازدواجية بقدر ما عمل لي انه انا فهمت الاسلام هلأ صح، بينما من قبل انا كنت مفكره خطأ او فهمانه خطأ. وهذا الشيء اللي بيخلي لليوم الناس كثير كاشخاص مسلمين بالشارع تحكي معه بيقول لك لا يا اخي هذا مو هيك الاسلام، هذا مو هيك الاسلام. ونحن احد الاشخاص كتب مرة انه لا يزال البحث جاريا عن من يمثل الاسلام. انا شخصيا بحسب خبرتي السلفية هي تمثل الاسلام. وبأحد المرات كنت عم يسألني أحد الأشخاص، قلت له أنا لو بدي أكون مسلم اليوم فأنا بكون سلفي، لأنه أنا بدي أكون صادق بإسلامي وإيماني بعد ما فهمت الطبخة كلها وفهمت الموضوع بإجماله. لكن بيجيك هذا بيقول لك أخي البخاري خطأ، لا القرآنيون، لا ما بعرف شو، ما بيطلع لك كل واحد بيبرر على كيفه. هذا الموضوع أنا ما بعتبره ازدواجية بقدر ما هو misleading أو توجيه بطريقة مبرمجة. لكن الازدواجية الحقيقية اللي أنا وكثيرين واجهناها واللي هي فعلا خطيرة، اللي هي وقت أنت بيطلع من عندك درس الأستاذ تبع درس الدين عم يشرح لك قصة آدم وحواء مثلا، وبيفوت أستاذ العلوم بده يشرح لك التطور ويشرح لك البيولوجي ويشرح لك هيدي الأمور، وقت ببعض الطوائف المسيحية اللي بيعتبروا الأرض عمرها 6000 سنة، بيطلع القسيس او استاذ الديانه المسيحيه من الصف وبيفوت استاذ الجغرافيا او الجيولوجيا وبيشرح له انه الارض عمرها 4.5 مليار سنه. هي الازدواجيه انا شخصيا عانيت منها وكتار كثير من الناس عانوا منها، لدرجه انه بالنتيجه طبعا لا تنسى موضوع تسطح الارض وكرويه الارض والارض تدور حول الشمس والشمس تدور حول الارض وكذا، ومليون قصه لا تنتهي يعني، وحقوق الانسان وكذا وكذا. انا حكيت مثال واحد وعلى هذا فقس من اختلافات وتناقضات واضحة ما بين العلم وحقوق الإنسان والتاريخ الحقيقي المكتوب وما بين ما يدرس بدروس الدين. هون أنا برأيي تنتج الازدواجية الحقيقية. وصدقني جان، أنا بهالسنين تبعي بخبرتي البسيطة بتعاملي مع بعض الأشخاص سواء بشكل شخصي أو بشكل أكثر عمومية، وحتى تجربتي أنا الشخصية، هي الازدواجية قاتلة. كثير من الأشخاص وتقعد بتحكي معه وتشرح له بيقول لك أخي أنا مقتنع بكلامك، بس إنه أنا يعني كلامك كثير يناقض تعاليم ديني، كلامك هذا يعني نحن بنؤمن بغير طريقة. وعلى فكرة هذا الكلام مع مسلمين ومسيحيين وكذا،
انه لا اخي انا بؤمن بطريقه اخرى، انا بفكر بموضوع بطريقه ثانيه، لكن كلامك لا عليه غبار، انت كلامك مقنع، عندك ايفيدنس، عندك ادله علميه تاريخيه جيولوجيه وات ايفر. انا برايي هذا الموضوع اللي سبب كارثه، وهذا الموضوع واضح تماما انه المجتمعات والدول اللي حسنت تتخلص منه طرديا ارتقت بحقوق الانسان وبالليفل بمستوى معيشتها وبالعلم وبالتكنولوجيا باللي بدك اياه، كل ما ارتقت عن اللفل الديني، كل ما ابتعدت عنه. يعني الدول البروتستانتيه مثلا كدول مسيحيه، الدول البروتستانتيه بالغرب هي الدول الاعلى رقيا ابدا على الاطلاق. الدول اللي اكثر تشددا بالغرب حتى باوروبا هي الدول الافقر والاكثر جهلا والاكثر يعني عاله على باقي الدول. بنفس الشيء بمجمل العالم، يعني وقت انت بتدور على الموضوع قارن اليابان مثلا باندونيسيا، قارن اليابان بباكستان، باي شيء بدك اياه. طبعا مو بس العامل الديني فقط، هو عده عوامل، لكن العامل الديني هو عامل اساسي بنهضه الشعوب، لانه هي الازدواجيه جان يعني انت خلص بتصطدم بانه انا ما عاد افهم مين بدي صدق. يعني لا اذكر تماما مثلا الفتوى اللي مطالعها بزمانه ابن باز بموضوع، الف كتاب كامل عليها على موضوع تحريم انك انت تدرس بالمدارس انه الارض كرويه لانه الارض مسطحه، وفي له كتاب كتير مشهور الفه عن هذا الموضوع، وفي له فتوى مسجله موجوده لهلا بدار الافتاء السعودي فيك تشوفها على الانترنت. في له فتوى تانية كمان أذكر إنه أحد الأشخاص سأله كمان عن شيء له علاقة بإنه هو عم يدرس شيء بمادته بالمدرسة، لكن هذا الشيء يتناقض مع تعاليم الدين الإسلامي أو مع الأفكار اللي الدين الإسلامي قال عليها، وقال له هذا الشيء حرام، وقال له إذا بدك تعلم فأنت بتقول هذا ما يقوله الغرب الكافر لكن الله أمرنا وقالنا. هذا الشيء اللي بيعمل عن جد مو بس ازدواجية، بيعمل ignorance كتير فظيعة عن معظم الناس، وانك تطلع منها. يعني انا هيدي الفترة اللي مثلا فترة صدمتي بالوقائع اللي هي تتعارض تماما مع معظم الشيء اللي انا تعلمته بالمدرسة وبالمسجد وبكل حياتي الدينية سابقا، كانت فترة سنتين تقريبا او شيء من النوع، كانت فترة لا تطاق، فترة لا تطاق من ازدواجية. وتصير طلع انه معقول العالم اللي حواليه كله مو فهمانين؟ طيب معقول هيك؟ طيب يا اخي بالقرآن عم يحكي هيك بس العلم عم يقول غير هيك، طيب وانا وقت بمرض بروح على الدكتور ما بقول عند الشيخ بالجامع مثلا من حيث المبدأ. فهذه الازدواجية برأيي اكثر. اما موضوع انه تحريم القتل وكذا، لا، لانه يعني جان انا بعرف كثير ناس متدينين من الاقرباء والاصدقاء بسوريا بتحكي معه بيقول لك اخي داعش لا تمثل الاسلام، بس البوطي يمثل الاسلام. ما عاد فيك تطلع منها هي الدوامه، كل واحد مبرمج بطريقه انه اخي هو اللي فهمان الدين صح. يا زلمه بعرف عالم لك بتسكر وبتحشش وبتعمل اللي بدك اياه وبرايها هي صح والمشايخ لا تمثل الاسلام، شو بدك يا رجل؟ ديفيد، شو بتقول للاطباء؟ يعني اطباء، في اطباء مدرسين بالجامعة، يعني أطباء على مستوى عالي، يعني بروح على مثلا على عيادته بيمارس العلم بحذافيره، يعني بحذافير العلم بيمارس العلم، وبتلاقيه يوم الجمعة قاعد بصف هالآخر صف قدام هالشيخ البهلول هذا، والشيخ عم بيشرح له على يوم القيامة أو عم بيشرح له على كيف خلق آدم، هو عم بيهز راسه. يعني كيف بتفسر هالعقلية هي؟ هاي العقلية من أكثر العقليات اللي أنا بتزعجني، ما فيني احترمها بكل أسف. بالنسبة لي هاي العقليات، هاي الشخصيات، هي رجل شارع لو كان يحمل إجازة بالطب هل أدى؟ أنا ما فيني احترمه ولا فيني أمن على صحتي إني أروح لعنده وأتعالج عنده. وانحطيت بكتير مواقف من خلال الأشخاص اللي بعرفها إني اجتمعت مع هيك أطباء، يعني وفيني أحكي قصص مثلا بهذا الخصوص. ما فيني أحترمه أبدا ولا فيني أمن على إنه هذا الشخص، يعني سي مثلا شخص طبيب لا ما له مقتنع بالتطور، يعني هذا كيف أنا بدي أقتنع بإنه هو طبيب فهمان أساسا؟ أنا مثلا أذكر كنت بجلسة مع أشخاص،
أحد الأشخاص الموجودين كانت طبيبة نسائية، ففي شخص حب إنه يعني يتحركشني، وأنا كنت بموقف ما خرج أفتح كتير نقاشات تتعلق بالله وبالإلحاد وبكذا، فهذاك بده يستغل الموقف. قال لي: ديفيد، أنا فيني أفهم كل شيء بالوجود، فيني أفهم السيارة، فيني أفهم الكمبيوتر، فيني أفهم كذا وكذا وكذا، لكن شغلة واحدة يعجز عن فهمها أي شخص. تفضل، شو هي؟ قال: كيف بينبض قلب الجنين داخل الرحم أثناء تشكل الجنين. تطلع فيه الطبيبة النسائية بتقول له: كلامك صح، هذا الشيء شيء معجز. يعني أنا صفنت بيناتهم، إنه أنا كشخص هاوي مطلع على البيولوجيا كهواية بعرف كيف بينبض قلب الجنين من دون حاجة لتدخل لا روح ولا ملك ينزل ولا إله يعطيه أمر ليتدخل. أنا هاوي، أنا مالي دارس بيولوجي، أنا قاري كتب وبعرف كيف وفهمان الطريقة صح. أنت طبيبة، برأيك هذا الموضوع كتير معجز؟ كنت مرة كمان مجتمع مع أحد الأطباء بإحدى الدول اللي ما لها دولة عربية، وكنا قاعدين عم نحكي بموضوع، ففتح قصة قال: أخي سبحان الله، إذا المرأة حامل ما بصير عندها سرطان ثدي. قلت له: ليش دكتور؟ قال: هي رحمة من الله، من شان هي وقت تولد ترضع ابنها. هذا الدكتور أنا كيف فيني احترم إنه هو دكتور، وهذا مدير مشفى كان بالسعودية بالمناسبة، هذا هو عم يفتخر إنه هو مدير مشفى أحد المشافي بمدينة الطائف بالسعودية، تذكرت تماما. بتقول له: كيف أنا بفهم أنت كطبيب بدك تقول لي لأنه في الإنزيم الفلاني يفرز الجنين كذا أثناء الحمل يتم إفراز كذا، هي المضادات تمنع حدوث سرطان بلا بلا بلا، بدك تشرح لي مكون مادي طويل عريض. لا، صدق فكرتك اللي أنت عم تطرحها أساسا، بس تيجي تقول لي هي رحمة من الله كرمال هي ترضع ابنها بس يولد. يعني هذا صف مثله مثل أبو عبده بياع الشاورما، وإنه هيك عم يحكي كلام هو بقى يعني، وانتهينا. فجان يعني هدول الاشخاص لا انا فيني يعني احترمهم كاطباء، انه اقول له: واو، هذا طبيب، هذا الشخص انا بدي اقعد وانهل من علمه، ولا فيني ائتمن نفسي على اجراء عمليه جراحيه عندهم على الاطلاق. هدول عن جد انا برايي عايش بازدواجيه شخصيه اللي انت حكيت عنها قبل شوي، هذا عن جد عايش بازدواجيه واضحه. يعني هو برايه ممارسته للطب وفهمه للطب وانه يصير هو طبيب ناجح ويمكن جراح ناجح، بنفس الوقت هو لازم يؤمن انه في ملاك بينفخ له الروح جوات الجسم، وانه وقت بيموت الانسان لانه طلعت روحه مثلا. انا كيف فيني امن عن دكتور اذا مات عنده مريض بيقول لي طلعت روحه، الله خلاص عمره مثلا؟ يعني هذا شو الدكتور هذا؟ فهدول الاشخاص عايشين بازدواجيه شخصيه، انا بعتبرهم اما هنن أشخاص يعني بس صاروا أطباء لأنه مثله مثل أي حدا حفيظ عم يحفظ وكذا ويردد كلام ببغاءات، حفظ الكتاب، حفظ محاضرة، كتبه. في أشخاص كتير ماهرين عندهم قدرة ذكاء عالية، هدول الأشخاص إنه بينجح بالبكالوريا بعلامات عالية مو لأنه فهمان، بس لأنه هو باصم الكتب، بصم بيدخل بيفوت بمجموع عالي وبيتخرج كطبيب، ما عندك مشكلة. لكن هل هو فاهم؟ هو غير فاهم. هو حافظ ايه، لكن فاهم لا. وانا اذا بدي اروح لعند طبيب انا بدي اروح لعند طبيب فاهم، ما بيهمني طبيب يكون حافظ. بالضبط، هو المشكلة في كثير ناس يعني حفاظ، حفاظ بكل معنى الكلمة، يعني حفاظ القرآن كلهم غير فهمانين القرآن. مثلا عندك البخاري ومسلم، هذول حفاظ يعني لولا الذاكرة القوية عندهم بكل هالكتب هي، يعني بهالأحاديث، يعني في النباغة بالذاكرة، الذاكرة القوية في ناس كثير. وللأسف الشديد الحفظ يعني الفهم والذاكرة، يعني الذاكرة جيدة ولكن الفهم أهم بكثير من الذاكرة. يعني الذاكرة ممكن الشيء اللي بدك تتذكره موجود بالكتب وبيتم بالكتب، يعني ما ضروري تتذكر كل شيء، بس الفهم القصة هو أهم من كل شيء. طيب ديفيد، في ناس بتقول إنه يعني التعليم، تعليم الدين خلينا نقول بالمدارس، شيء أمر غير سيء، وهو بيدعو للأخلاق، بيدعو للمعاملة الحسنة مع الجار ومع بتعرف القصص هاي، انه الدين رحمة والدين بيعلموك الأخلاق من خلال الدين.
تقول لهم لهالناس هي يعني شو هل الدين فعلا، التعليم الديني بالمدارس يعلم الأخلاق وحسن الأخلاق للأطفال حتى يكبروا ويكبروا على الأخلاق الجيدة والحميدة؟ بحكي على خصوصا على الدين الإسلامي، يعني نحن بما أنه مجتمع أغلبية ساحقة منهم مسلمين. لا يوجد، أنا برأيي دين اليوم، لا إسلامي ولا غيره، جميع تعاليمه وشرائعه هي الأفضل والأمثل أخلاقيا بحسب مفاهيمنا اللي توصلنا لها اليوم بالقرن 21. هاي الازدواجية اللي هي ما بين الأخلاق والدين، برأيهم الناس دائما بتقلك إذا أنت ما تعلمت الدين فأنت خارج عن الأخلاق، هذا كلام عاري عن الصحة تماما. هي مقدمة صغيرة قبل ما أجاوبك على جوابك. هذا الكلام عاري عن الصحة تماما. أنت مالك محتاج لدين لحتى يعلمك أنه أنت ما لازم تقتل جارك، لأنه أنت ببساطة كرجل بدائي عايش بالغابات لساتك بتعرف أنه إذا قتلت جارك فجارك رح يقتلك، وإذا سرقت من جارك فجارك رح يسرق منك. هي مالها منظومة. أي مجتمع قام بهي التنظومة اللي بنسميها نحن اليوم لا أخلاقية بين قوسين، هو مجتمع يؤول إلى الاندثار تماما، إلى الفناء، مثله مثل أي كائن انقرض. فهون بيصير في عندك شيء بسميه عملية انتقاء للثقافات. فأي ثقافة، أي أفكار هي هدامة، تم انتقاءها واندثارها واندثار المجتمع اللي بيحملها، وأي فكرة هي بناءة تم انتقالها عن طريق المجتمعات لأنه كبرت هي المجتمعات. هلأ اليوم نحن ما عدنا عايشين الحياة البدائية اللي كانوا عايشينها أهالي الصحراء قبل 1500 سنة. اليوم صار في حقوق إنسان، صار في عنا علم، صار في ساينس، صار في مفاهيم بنعرفها. منظومتنا الأخلاقية يفترض تتغير جذريا عن المنظومة الأخلاقية اللي كان معمول فيها بهداك الوقت، وخاصة بالبيئة الصحراوية اللي هي نشأت فيها، طالما سؤالك كان عن الدين الإسلامي. يعني هلأ وقت انت بتشوف اتباع الديانات المختلفة او الثقافات المختلفة، اي دراسة انثروبولوجية بتورجي هذا الموضوع بوضوح، بتلاقي اختلافات. البيزك واحد، موضوع القتل، السرقة، الكذا الكذا الكذا، البيز واحد، الكل هي الامور محرمات او كذا. وبالمناسبة حتى موضوع زواج الاقارب على الاغلب بمعظم المجتمعات هو موضوع غير محبب، بالذات الاخت والاخ، لأنه بديهيا هو بينتج، غالبا بينتج كائنات فيها أمراض وراثية. أما المواضيع الأكثر عمومية فبتلاقي فيها اختلافات جذرية ما بين ثقافات مختلفة. طبعا ثقافات بقصد فيها ديانة، أكيد أي ثقافة فهي تحتوي ديانة ضمنية. هل وحدة فيهم خطأ والثانية صح؟ بمنظور أي وحدة منهم الثانيين كلهم خطأ، الثانيين كلهم لا أخلاقيين ونحن الصح. بمنظور المسلم اللي هو جاي من السعودية، من القبائل البدائية، أي بنت ما لها لابسة حجاب فهي خطأ. هون بالسويد الناس بتقعد بالظلط وعندهم إياها طبيعية جدا، ولا في أدنى نسبة اعتداء جنسي بالعالم كله ببساطة. ما هذا موضوع آخر ما بدي استشهد فيه، لكن أعطيت مثال. الأخلاق غير مرتبطة بالدين، و إن كانت مرتبطة بثقافات الحاضنة للديانات اللي لساتها عايشة اليوم، لكن أنا برأيي لا يوجد ديانة يمكن أخذ أخلاقياتها بالكامل، لأنه هي تدرس على أنه هي أخلاقيات صح. العبودية موجودة بالإسلام، فيني اليوم استعملها، درسها للولد، العبودية موجودة، قطع يد السارق، قطع الرأس، كذا كذا كذا، هي قوانين، هي أحكام. زواج مثلا بالاسلام فيك تتزوج بنت عمتك وبنت خالتك، وانا وانت اكيد بنعرف وكل المشاهدين قد ايه في امراض وراثيه منتشره بالعائلات اللي حوالينا بسبب زواج الاقارب. هذا لو كان محمد عنده ادنى فكره عن الامور الطبيه كان حرمها لهي القصه، وهي القصه انا برايي لازم تحرم. بنت عمي ما بيصير اتجوزها لانه نسبه كثير عاليه ابني رح يطلع او بنتي فيهم امراضنا الوراثيه، وكلياتنا بنعرف نماذج من أقربائنا ومن جيراننا وأصدقائنا
أطفالك وأجيال، المشكلة المجتمعات المنغلقة عنا عم تتربى بهذا الموضوع، أجيال عم تتوارث هذه الأمور. يعني تلاقي العائلات عم تتزاوج من بعضها على مر عشرات السنين وعدة أجيال، والأمراض كل ما لا عم تتفاقم وما عم يتربوا. ليش؟ لأنه الموضوع أخلاقي، أخلاقي بالمية مية، حلال شرعا فيك تعمله، تتجوز بنت خالتك وانت عم تعمل. بمقاييس اليوم أنا برأيي لازم يطلع قانون يحرم هذا الموضوع مثلا، وعلى هذا فقس. وبالتالي الادعاء بأنه الديانات هي أساس للأخلاق أو هي تعلم الأخلاق، هذا ادعاء باطل. أنت فيك تعلم الأخلاق بمعزل تماما عن الديانات، مو بس هيك، الأخلاق اللي بدك تعلمها بمعزل تماما عن الديانات هي أفضل بما لا يقاس عن الأخلاق اللي حتتعلمها بالديانات. داعش عم تدرس دين ولا لا؟ القاعدة عم تدرس دين ولا لا؟ طالبان اللي بدك يا من هيبة، عم نحكي كونه سؤالك كان عن المسلمين عموما، بوكو حرام كذا، أي حدا من هدول عم يدرسوا دين، عم يدرسوا دين إسلامي. الزلمة ما عم يجيب شيء من بيت أبوه، قال الله قال رسول الله، ما شيء من بيت أبوه. وين مثال محمد عمل، أبو بكر ساوى، عمر ساوى، يعني الزلمة ما عم يجيب لك شيء من لا أخلاقي برأيه. هل أنت اليوم كشخص متمدن عم تعتبر تصرفاته أخلاقية؟ أكيد لا. أنا وأنت وأي حدا بنشمئز اليوم من زواج الصغيرات للرجال كبيرين بالسن، لكن هذا أمر حلال شرعا، ما في حدا في حرمه، ما في حدا في حرمه، ولا يزال يمارس. ملكات اليمين لساتها تمارس بكل أسف عن داعش والقاعدة وغيرهم، بوكو حرام وما شابه. فهذا الادعاء، وقت حدا بده يقول لي هذا الكلام انه والله بسبب انه انا عم درس دين، حصة ديانة بالمدرسة، فابني صار عم يحسن لجاره، بقول له بنفس الوقت لأنه هداك راح تزوج بنت قاصر وهو عمره 60 سنة، لأنه درس هذا الدرس الدين بالمدرسة. هذا الطفل قبل شوي أنا من نص ساعة كنت عم أشوف طفل بالصف الخامس بالعراق رايح مع الحشد الشيعي لحتى يقاتل داعش. ما بعرف إذا شفته الفيديو، من شي نص ساعة شفته تقريبا قبل الحلقة. وقع يا زلمة، مو طبيعي. داعش كمان عم تجند أطفال، هي عم يدرسون دين، تفضل. لا صار بيقول لك اخي، بيجي مثلا لا اخي انا بدي ادرس الدين الكول، الدين اللايت، ونرجع نفوت بقى بهي المتاهات. بجيب لك بقى انا عمر خالد، وبجيب لك الحواويني هذا الحيواني، وبجيب لك ما بعرف مين، وبنبلش بقى بنعمل مناظرات التي لا تنتهي على مين فيكم الدين الصح اللي انا بدي ادرسه بالمدارس. رجعنا لللوب من اولها، لساتنا دايرين بنفس السيركل. أنا برأيي هذا الموضوع لازم ينتهى تماما، موضوع تدريس الدين لازم ينتهى تماما، يبدل بحصة تدريس أخلاق، تدريس معامل، تدريس مثلا قانون السير. خذوا التجربة الأوروبية، كيف خذوا التجربة الأوروبية أخي، السويد ما صارت من أرقى دول العالم، النرويج ما صارت من أرقى دول العالم، لأنه هي كانت حاملة السيف وعم تقاتل يا رجل. لكن السويد بالحرب العالمية ما شاركت، ف هدول صاروا من أرقى الدول بسبب منظوماتهم التعليمية بالدرجة الأولى، لأنه عرفوا يعلموا أشخاص، عرفوا كيف يعملوا منظومة مجتمعية شبه مثالية، أكيد ما لا مثالية لكن من أفضل ما تم إيجاده لليوم. خذوا هاي التجربة، بتعلم الطفل كيف قانون السير، كيف احترام الكبير. باخده أنا بدل حصة الديانة، باخده أنا على دار المسنين، بعمل لهم نشاط بدار المسنين، بعمل لهم نشاط تثقيفي معين، باخذهم متاحف، باخذهم معارض، باخذهم كذا، بعلمهم ما يسمى الاخلاق. ما حدا فينا درس اخلاق يا جماعه، لكن الاخلاق فرع كامل بالفلسفه، حدا فينا درسها بالمدارس؟ فلاسفه عظماء قضوا حياتهم عم يكتبوا بالاخلاق، حدا فينا درسها؟ طيب درسني اخلاق يا ابن الحلال، ما تدرسني هي المسخره تبع انه والله من أحسن أحبكم إلى الآخر، من يحب لنفسه وما بعرف شو، ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب. لك هذا الكلام اللي هو بقى هيك اللي بلا طعم، اللي لك عم عايشين تجربة عمرها آلاف السنين وشايفين نتيجة على أرض الواقع، لسه عم نستنى؟ لك لسه عم نستنى لنتأكد من النتيجة؟ طب يعني كل هالسنين ما تربينا، ما لنا شايفين النتيجة على أرض الواقع؟ شوفوا الدول اللي طلعت وفاتت، كبت بقى هذا الموضوع على جنب، كبت الكنيسة، كبت هاي القصص، فاتوا بما يسمى حقبة التنوير ولا حقبة الحداثة. شوفوا كيف صاروا، لك يا زلمة بعقود بسيطة، ليه كيف صاروا؟ الموضوع يعني ما بعرف، اللي ما عم يشوفه مثل اللي عم يحجب الشمس بغربال أو عم يحجب الشمس بإصبعته.
الموضوع كثير واضح، وهذا الادعاء اللي حضرتك تفضلت فيه نقلا عن الآخرين اللي بيحكوه ادعاء عاري تماما عن أي صحة، ولا بيسندوا أي سند، بل العكس تماما هو الواقع. تفضل. بكل تأكيد، بكل تأكيد أخي ديفيد. أنا بس بدي أنوه أصدقائي إنه أنا راح أفتح السكايب كمان شي 10 دقائق، وبتمنى مشاركاتكم طبعا. والأخ ديفيد يعني هون أسئلة مثل ما بقول، ونتعلم من بعض. وبصراحة يعني أنا كتير فرحان بأخ ديفيد وبثقافة الأخ ديفيد، يعني شيء يدعو للتفاؤل بصراحة. وأنا بتمنى كثير شباب يكونوا بمستوى الأخ ديفيد. أخي ديفيد، خلينا نقول، هل وسائل الإعلام الدينية والتعليم المدرسي الديني أثر على دفع الشباب للعنف والانضمام للجماعات الإرهابية لتفريغ طاقة العنف والكره التي يكتسبها من الدين الشخص المسلم؟ خلينا بالإسلام نحن بالتحديد. نحن تفضل. جان، القنوات الدينية لا شك قطعا، هي الموجة اللي صارت بآخر 15 أو 20 سنة بموضوع القنوات الدينية شيء يندى له الجبين تماما، شيء مزعج ومخجل، يعني هذا اللي كان ناقصنا بصراحة كمجتمعات عربية، يعني هذا اللي كان ناقصنا، سحر ودجل وشعوذة ومطالعة جن ودعوة للجهاد ومسخرة قرف بكل معنى الكلمة يا رجل، يعني هذا اللي كان ناقص هالشعوب، هي اللي كانت شوي يمكن بمنتصف القرن الماضي بلشت تتنفس شوي، متعلمين كنا نتفه من فرنسا ومن بريطانيا ومن بعض هالدول اللي كتر خيرهم اجوا قعدوا شوي عنا، حسنوا شوي بهالبلاد، تعلمنا منهم شوي، بعد منا اجتنا بقى الأنظمة الديكتاتورية القمعية دمرتنا، واجوا هدول كملوا بقى لعنوا اخت القصة كلياتها. التعليم المدرسي فيني اقول لك ادي بيمتس، يعني اذا كنا عم نحكي عن التعليم المدرسي تبع الديانة بسوريا بلبنان يمكن بمصر او شيء من النوع، او المغرب او ما شابه، ما بعرف ماني مطلع على مناهجهم، بس بتخيل يعني انه هيدي الدول، اذا بدي احكي على سوريا تحديدا كونه انا بعرفها اكثر شيء، فالتعليم المدرسي يعني لا في شيء يدعو للعنف ولا في شيء يدعو لأي قصة، يعني وكلياته تبع أمورنا بخير ودين السلام والمحبة وكنت دائما انصدم بأنه ما أكل، يعني سوري بهالتعبير، يعني المصايب تصير فيني بدون ما أستعمل كلمة كبيرة إلا من الأشخاص الأكثر تدينا، والشيء نفسه يتعارض مع اللي أنا عم بتعلمه من درس الديانة بالمدرسة. طبعا فقت للموضوع متأخر كتير يمكن، لكن بهيدي الدول التعليم طبعا أنا برأيي لا يدعو للعنف، يعني ما بتخيل في حدا بسوريا اليوم راح لعند داعش كرمال إنه هو درس هذا الشيء بالمدرسة تبع الحكومة مثلا، لكن ببعض الدول سي مثلا السعودية سي ما بعرف الدول الأكثر تشددا اللي بيعلموهم فيها قطع الراس والجهاد ومحاربة الكفار و و و وما شابه، فطبعا أكيد يعني هن عن طريقهم عم يطلع كتير ناس متحفزة كتير لموضوع القتل، لكن أنا برأيي العامل الأكثر شناعة قبل التعليم المدرسي الديني، يعني برجع وبقول أنا ضد التعليم المدرسي الديني، لكن إذا ذاكرتي أسعفتني صح على أيامي كان هو ساعة بالأسبوع بحفظونا آيتين وحديث وهيك وشغلتين بسيطين، وكيف نصلي وكيف نتوضأ وشغلات هيك تافهة، ومو أكتر ساعة كل أسبوع، حصة بالأسبوع ولا شيء من النوع، حتى ما بتدخل بعلامة البكالوريا ولا بشيء، يعني فإنه لو ما درستها ما عندك مشكلة، فهي ما هي كتير برأيي الموضوع الأكثر أهمية بقدر ما موضوع التربية المتروكة بشكل حر للأهل رقم واحد، رقم اثنين الدروس الدينية بالمساجد، رقم ثلاثة القنوات الدينية اللي هي الفضائية، وطبعا الويب أكيد يعني بالنتيجة هدول، لأنه برجع وبقول لك ما في حكومة، معظم الحكومات اللي هي تنضم إلى الدين الإسلامي يعني من ماليزيا شرقا للمغرب مثلا بالغرب، معظم هاي الحكومات ما بيهمها تدرس الطلاب تبعها بالمدرسة انه قطع راس وقطع ايد واعمل هيدي الاشياء مثلا،
بهم تعلمه مثل ما حكينا الأشياء البسيطة وطاعة الحاكم وطاعة الجار والحنو على الكبير وهي الأمور التافهة يعني. لكن المصيبة والكارثة هي على الإنترنت وعلى هدول المشايخ اللي بيطلعوا اللي لازم كلياتهم يتم اعتقالهم وزجهم بمصحات عقلية كلياتهم وينعملهم دورات إعادة تأهيل وسجن مدى الحياة بفيلا مع جامع بقلب الفيلا يظلوا يصلوا ويصوموا ليشبعوا مدى حياتهم. لكن هدول أنا برأيي اللي عم يعملوا اللوثة الأكبر بعقول الناس. يعني هي الأطفال اللي بتلاقي عم يروح ليقاتل يعني هذا الشيء أنا كثير بيزعجني. هذا الطفل أنا تماما أوافق ريتشارد دوكنز على كلمته إنه تعليم الأديان للأطفال هو عبارة عن child abuse. هذا الشيء أنا شفته بشكل شخصي وأنا شفته بكتير ناس وعم شوفه وين ما كان. هذا الطفل يلي عم يكون عمره 2 و3 وعم تيجي أنت تعلمه إنه في الله قاعد فوق عم يراقبك، أنت تحت المراقبة بشكل دائم. إيدك بتشهد عليك، إذا بتطلع مدري شو بتساوي الله مدري شو بيعمل لك بحط لك بالنار، إنك تخوف ولد عمره 3 سنين بالنار هذا شو متوقع يطلع منه؟ إنك تعلم أطفال وهي نقطة يعني بتمس موضوع التعليم المدرسي اللي أنا بذكرها تماما، موضوع التفرقة مثلا يفوت لعنا أستاذ التعليم تصير حصة الديانة، يفوت الأستاذ الطلاب المسيحيين يروحوا على الصف الفلاني في يلا درس المسيحيين وهون في درس المسلمين. من أنت وبالصف الأول بالمدرسة بتبلش بتحس إنه شو هي التفرقة؟ ترجع على البيت سمعان كثير قصص من ناس ويرجع على البيت بابا شو يعني مسيحي؟ بابا شو يعني مسلم؟ أنا شخصياً شفت هذا الموضوع على أطفال صغار وسمعته من أشخاص كبار خلصوا من معضلة الأديان وحكوا لي تجربتهم. التجربة كثير سيئة، شو يعني مسيحي وشو يعني مسلم؟ ما هذا نفسه اللي عم بلعب معه بالحارة. طيب يعني المسيحي هو زلمة منيح ولا مو منيح؟ طيب المسلم هو منيح ولا مو منيح؟ هون بقى صف الأب شو بده يفهم الابن ويبرمجه بقى؟ هي تاركينا بقى لحنا للجهل هالعوامل اللي عندنا شو كل واحد فيهم بقى بده يعلم الجيل القادم بمجتمعاتنا بهذا الموضوع. طيب شو يعني بابا الشيعي؟ طيب شو يعني سني؟ طيب انا شلون بدي افرق بيناتهم؟ طيب انا شو لازم اتعامل مع هذا الشخص؟ وهكذا، انا مريت بهي الحياة وانت ومعظم الناس مرت فيها انه طيب يعني في ناس هدول ناس غيرنا طيب. طيب هدول ليش هيك بيعملوا؟ طيب ليش هن غيرنا؟ يا حرام بدك تفوت على النار، لا انا بدي فوت وهكذا. هذا الموضوع ببلش بيعمل لك تفرقة بالمجتمع من نعومة اظفار الاطفال. اللي هن لساتهم الابيض والاسود والزنجي والصيني ومن كل الديانات والطوائف بتلاقيهم بيحبوا بعض وعم يلعبوا مع بعض وما بيعرفوا شيء لا عن الكره اللي نحن اخترعناه كبشر لا كديانات ولا كاثنيات ولا عرقيات ولا طوائف ولا سياسات ولا كما شابه. كلمة طفل مسلم طفل مسيحي انا اوافق ريتشارد دوكنز تماما على انه هي كلمة بلا معنى وكلمة مرفوضة. تماما مثل وقت اللي انت بدك تقول لي هذا طفل مؤيد لبشار او طفل مؤيد لداعش، شو هذا الطفل هل هو فهم يتخذ قرار سياسي يكون يميني او يساري اشتراكي او بعثي؟ هذا الطفل عم يتم ادلجته عم يتم تربيته. انا مشان هيك بكل اسف يعني صار لي في وقت طويل بيزعجني موضوع الاطفال وقبل هالمره معك كمان لمحت لهالموضوع لانه كثير بيزعجني الاطفال بالدرجه الاولى، الكبار ما كثير بيعنوا لي، خلص الكبار رح يعيشوا اللي من عمري وعمرك واكثر، رح نعيش نحن 30 40 سنه، رح نموت، رح خلص نفطس، رح تجي اجيال جديده هي اللي حتستلم الحياه. هي الاجيال الجديده اتس ماي كونسيرن، هذه هي الاجيال اللي انا بتهمني. هذا المستقبل اللي انا عم بيهمني اني افكر فيه. نحن عم ننقل هي اللوثات للاجيال القادمه. أنا برأيي موضوع التربية لازم بطريقة أو بأخرى يتم تنحيته عن الأهل. هلأ جملتي كتير صعبة وجملتي بدها كتير نقاش ونحكي فيها ويمكن هذا مو موضوعها، لكن أنا برأيي ما لازم يترك حرية الأهل لأنه هن يحكوا يعلموا أطفالهم أي شيء بالدنيا بما في ذلك موضوع العلم، لأني الدين، لأني أنا نفسي شايف مواقف بعيني يعني يندى لها الجبين من طفل قاعد خايف من شو. انا اذا بعمل هيك الله بيحرقني بالنار، انا اذا بطلع على الفرفوره تبعي الله بيحرقني بالنار. بتكون امه مثلا او ابوه خايفين انه هو مثلا يقوم يفكر افكار جنسيه وهو عمره 3 سنين، بيقوموا بيفهموا هي القصه بطريقه انه اخي لا تطلع على كذا. انا اذا بدري شو بعمل بينموا له هي العقد باختصار مشان ما نطول الحديث.
أنا شايف هذا الموضوع، هذا موضوع أنك أنت تعلم أشخاصك شيء غير حقيقي، هذا يعني أول شيء لازم يتوقف. ثاني شيء موضوع أنه نوقف هي القنوات، لازم يصير في كنترول بطريقة أو بأخرى. أي قنوات إعلامية عم تطلع، هي التلفزيونات هدول اللي عم يطلع بكل بجاحة بيقول لك نحن بدنا نقاتل الكفار، نحن أخي بنطلع بنسبي نساءهم وبنبيعهم وبيجينا مصاري بيجينا فلوس، اللي بيروح لك يا ابن اللذينة أنت وين عايش لك يا أخي؟ أنت وين عايش لك؟ العالم عم تعمل مكوكات فضائية طلعت برات المجموعة الشمسية وأنت عم تقول لي نسبي نساءهم؟ لك هذا الحيوان، هذا ابن الموحش الذين شو اسميه، ابن شحيبر. المهم ديفيد، رح نقرا كم تعليق على اليوتيوب ونرجع كمان. اصدقائي، انا فتحت السكايب ومنتظر طبعا اتصالاتكم. في الاخ دهمات، طبعا هو من امبارح كاتب لي انه مرحبا اخ جان، بس اذا تم بس مباشر خلي الاخ ديفيد يتكلم عن ما هي اليساريه. هذا برجع لك اخي ديفيد. في عندي الاخ عفيف ابو حسن عم بيقول تحيه لك اخ جان، وشكرا استضافه رجل الكهف لانه كلامه من اجمل واروع الكلام، ارجو تكرار استضافته وشكرا. اكيد اكيد اكيد، انا كمان يعني باخذ اذن الاخ ديفيد انه مسألة تعليم الأطفال بذاتهم لن نعمل عنها حلقة كاملة، يعني الموضوع هذا كثير مهم ولازم نعمل عنه حلقة كاملة. طبعا بس في الأخ هيصر هو مسلم بيقول لماذا لا تؤمن بالروح؟ فهناك من حدثت لهم تجارب الاقتراب من الموت ولقد جربوا التجسد الأثيري. ممكن تجاوبه ولا ايه اجاوب انا؟ انا عم بستنى اخذ كل الاسئله لحتى اجاوبك عليها. طيب، في سؤال اخير هون عم بيقول ابو زاد، اظن ابو زايد، ويسعد مساكم بما انه الموضوع عن التربيه الدينيه. في عندي اتصال من اخسال، اخسال دقيقتين وبنكون مع بعض، خليك معنا على الخط. يسعد مع الأخ أبو زيد عم بيقول يسعد مساكم بما أن الموضوع عن التربية الدينية، أود أن أسألكم أصدقائي سؤالا. تربية دينية في صغري، ومن ثم عرفت أن الدين هو مجموعة من الأساطير المأخوذة من الكنيسة السورية والزرادشتية وبعض أساطير العرب، لكن أجد بلا وعي أن فكرة النار والعذاب والخوف من جهنم لا تزال موجودة. كيف أستطيع الخلاص منها ومتابعة حياتي العلمية بشيء مفيد بعيداً عن العقد المزروعة من الصغر؟ يعني أظن أن هذا سؤال كتير مهم وناس كتير عم تواجهه ديفيد، إنه مقتنع بكل شيء خرافاته، لكن هالخوف، هذا الخوف اللي انزرع كيف ممكن نتخلص منه؟ تفضل. جاوبك ولا بدك تاخذ الاتصال اللي هو عم ينتظرنا؟ لانه صارت الاجابات طويله شوي. خلينا ناخذ الاتصال وبعدين انت سجلت الاسئله عندك. تفضل اخي سال. مساء الخير. مساء الورد. اوف كورس، شكرا على حلقه رائعه وشكرا جزيلا للضيف رائع. ديف، انا عندي تعليق للبرنامج وتعليق خاص لديف. تفضل تفضل سال. يعني ما اكثر المواضيع اللي طرحها، مواضيع جديه جدا، مواضيع اساس هلاك مجتمعاتنا، نقاط كثيره. عاوز اضيف مجموعه امور. اول واحد تشايلد ابيوز، صحيح الاطفال بالاديان وتعليمهم هاي الاعمال الاجراميه. ثانيا التشويه الوراثي اللي عم بيصير داخل العوائل المتزوجة من بعضها. في النقطة لاحظتها وقرأتها قبل فترة، الاي كيو انتلجنس كوشنت، اعتقد نسبة، ما معناه نسبة الذكاء،
نسبة الذكاء عم بتقل كثير في مناطقنا لنفس السبب اللي ذكره ديف. أنا صراحة أحييه على ثقافته العالية وأحييه أكثر على حماسه. أنا I love حماسه مان، يعني الرجل going crazy. بس شعوبنا اللي يعني مهتمة بسماع لشيوخ الجهل وتاركين مثقفيهم يا أخي. للأسف أنا بالشغل يعني ملاحظاتي ما أقدرش أكتبها كلها، بس أنا معجب جدا بثقافته وبالحلقة. بس شكرا سال، شكرا كثير، واكيد يعني انا بتمنى ان لكن بدي ادعو تفضل. سال صوتك ما عم بنسمع، يعني عم تدعو دعاء اسلامي علينا سال؟ طيب الاخ سال اظن ما عم بسمعنا. على كل حال ممكن نرجع نحكي مع الاخ سال. طيب تفضل ديف اذا بتجاوبنا على الاسئله هي اللي سجلتها حضرتك. صديقي جان، اول شيء اكيد انا كثير بتشكر الاصدقاء اللي عم يتصلوا فينا، كثير بعتز يعني بكلامهم وبتمنى اكون عند حسن ظنهم او بستاهل الكلام اللي هن عم يحكوه. بداية موضوع اليسار، حتى هو كتب لي إياها على صفحتي على الفيسبوك إنه بدي أنا أحكي عنها. المشكلة إنه الموضوع تبعنا تماما مختلف عن هاي القصة. أكيد أنا مستقبلا رح أعمل حلقة ممكن معك أو بعملها على قناتي تفصيل كتير بهذا الموضوع، لكن باختصار شديد، كلما كنت يساريا كلما كنت تميل إلى الإنسانية أكثر وتوحيد المجتمعات البشرية بعيدا عن الأعراق والانتماءات الدينية والعرقية والطائفية والإثنية واللي بدك إياه. كلما كنت يمينيا أكثر كلما كنت أكثر تحزبا لقبيلتك وطائفتك وعائلتك ودينك وهكذا. فمثلا هتلر يميني لأنه هو عنده العرق الآري وما شابه. الاتحاد السوفيتي يساري كونه هو فكرته أممية، كانت فكرته يساري إنه أنا بدي أجمع العالم كله مع بعض. فعموما وقت أنت بتسمع شخص بيقول لك أنا يساري، فيساري معناته أنا مبدئيا يعني لا يوجد عندي انتماء عرقي طائفي ديني إثني لبلد معين إلى آخره. كلما ازددت يسارية لصير يساري متطرف كتير، معناتها أنا عن جد أبداً ما بفكر بهذه القصص. وأنا كتير بحلم بموضوع أنه يكون العالم هو دولة واحدة. أنا وقت بشوف شخص من اليابان من الصين من تايلاند من أمريكا اللاتينية بشعر عن جد تجاهه أنه هو أخي تماماً نفس محبتي لابن حارتي. ما يوجد عندي تحزب أنه والله هذا ابن الحارة اللي عنا مثلاً، هذا من حارتنا، هذا من بنايتي، هذا من منطقتي، هذا من طائفتي، هذا بيحمل نفس كنيتي أو بيحمل ما شابه. كلما كنت أنا أكثر تحزبا لمجموعات عرقية إثنية أو مجموعات صغيرة مثلا اللي هي سواء دينية بالدرجة الأولى أو عرقية مختلفة، مثلا أنه أنا الإسلاميين كلهم يمينيين، هدول بالنتيجة الأحزاب المسيحية هي أحزاب يمينية لأنه هي متحزبة للفكر المسيحي، أو الطوائف بقى بتدخل بضمنها وهكذا الموضوع. فباختصار شديد بس هذه هي فكرة اليسار. عندك يسار وسط ويمين، بالعكس أنا عم بعملهم anyway. فعندك يسار ووسط ويمين، في عندك حالة الوسط، في بعض الأشخاص اللي بحالة الوسط تقريبا اللي هو ما بين بين، وكل ما اتجه لليسار فهو يتجه أكثر نحو إنسانية عامة، نحو بعد أكثر عن الأديان والقوميات والطوائف. يعني أنا وقت عرفت نفسي أحد المرات اللي هو يمكن عم يسأل عنه، قلت أخي أنا بفضل أعرف عن نفسي كإنسان، أنا كديفيد كرجل كيف، لا بقول لك انا ملحد مع اني انا ملحد، بس انا ما بعتبره تصنيف لي، انا ما بحب صنف حالي واصلا عندي تحفظ صغير على موضوع تصنيف الملحدين. لا بقول لك انا عربي، لا بقول لك انا سوري، ما بقول لك انا من دمشق، قلت لك انا ولدت بمدينه دمشق علما انه انا عائلتي من جذورها هي من مدينه دمشق، لكن ما بعتبرك انه انا دماسين بالانجليزيه وانا دمشقي. وقت بتلاقي واحد عم يقول لك انا دمشقي، انا من حلب، انا من القاهره، فرحان بهذا الموضوع، هذا يميل اكثر لانه هو عنده نوعا ما يمينيه بافكاره، بمعنى هو يفتخر بانه هو ابن هي البلده او هي المنطقه.
فباختصار شديد هيدي الفكرة، فاليساريين هن أشخاص أكثر إنسانية، اليمينيين هن أشخاص أكثر انطوائية لأحزاب أو لمعتقدات دينية أو عرقية أو إثنية أو حزبية أحيانا. بالنسبة لموضوع الاستضافة، أكيد أحد الأشخاص كمان عم يطلب أنه أطلع أكثر. أنا كثير بعتذر من أصدقائي ومن الناس عم يبعثوا لي حتى أنه ليه ما عم ببعث حتى على قناتي، ما عم حط حلقات بشكل فريكوينت كثير. بكل أسف الفترة هلا أنا بفترة يعني شوي عندي مشاكل بالإنترنت كونكشن، وعندي مشاكل بموضوع مكان للتصوير يكون كويس وما شابه، وقتي كثير مضغوط، فيعني شوي ظهوري عم يكون قليل، لكن بحاول أطلع معك جان يعني بفترة قريبة، بركي كمان الأسبوع الجاي ولا شيء من الثقة. لكن على قناتي شوي حيكون صعب الموضوع، لأنه قناتي كثير بيتطلب مني تحضير لأي حلقة عم بعملها، وحاليا ما عندي الوقت أو حتى الذهنية الكافية لهذا الموضوع. صديقنا المسلم اللي عم يقول ليش ما بتؤمن بالروح، موضوع موضوع الاقتراب، تجارب الاقتراب من الموت وما شابه. صديقي، موضوع الروح هو فكرة بدائية جدا، كان أنا برأيي من حق القدماء يتخيلوها. تعرضهم لثنائيات الموت والحياة كانت يعني بالنسبة لهم تفترض وجود شيء غيبي داخل هذا الجسم، لحتى هذا عايش وهذا ميت. يعني اليوم كان أخوه عايش جنبه، بعد شوي مات، ما عاد حكى، تركه لبعد يومين ثلاثة أكلوا الدود وعم يتفسخ وكذا وما شابه. فالشخص كامل إيديه ورجليه وما شابه. حيوان مثلا متوحش مقترب عليه، زت عليه حجرة قتله، لقاه هامد ما عاد يتحرك، راح أكله بعدين. فهي الازدواجية بشكل بسيط، لأنه كمان هذا موضوع يعني بده حلقة يمكن لحاله نحكي بالتطور الانثروبولوجي للأفكار الماورائية ومن بيناتهم فكرة الروح. اليوم بالساينس كله لا يوجد أي مبرر أساسا لافتراض الروح، مو بس هيك لا يوجد لها مكان، مو بس يعني ما في إلى داعي لافترضها، لا يوجد لها مكان. بعرف بيولوجيا ليش بيتكون الجنين، ليش بدق قلبه، ليش بيعيش وليش بيموت. اليوم أنت نفسك كشخص مؤمن بوجود الروح، هل تقبل إذا بيتوفى أحد أقربائك أو أصدقائك، بعيد الشر عنهم كلهم، إنك تروح لعند المستشفى أو الدكتور تقول له أعطيني تقرير الوفاة، يقول لك لأنه طلعت روحه؟ أنت مؤمن بالروح، لكن هل تقبل بهذا الكلام؟ هل يوجد اليوم بالعالم كله مستشفى أو تقرير طبي، شهادة وفاة بنسميها، شهادة وفاة بالعالم كله بتقول لك سبب الوفاة طلعت روحه؟ هل يوجد هذا الشيء؟ ما في هيك سبب وفاة، في سبب وفاة فيزيقي، في سبب وفاة مادي. تجارب الاقتراب من الموت وتجارب الخروج من الجسد والعودة إلى الجسد، هذه كلها حالات نفسية، فيك تجيب كتب بالسايكولوجي أو فيك تحضر محاضرات سيكولوجي إلى علاقة بهذا الموضوع، لأنه موضوع كتير يطول شرحه وأبدا بعيد عن ال... عن 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 فكرة الحلقة تبعنا اليوم. لكن هو موضوع سيكولوجي بحت بالمية مية، فيك تشوفه، فيك تشوف عنه فيديوهات من علماء نفسه، لا مو تروح تشوف لي فيديوهات اللي عاملها تبعات جهات دينية مثلا، أكيد رح يقول لك هي تجربة روح. يعني أنا عم أقول لك فوت على شيء ساينس، روح على قنوات علمية، شوف فيديوهات، يفضل تشوفها فيديوهات من قنوات علمية حتى من غير دبلجة، لحتى تسمع الكلام صح شي وعم ينحكى. الدبلجة كتير بيلتعب فيها بالمناسبة. بتشوف هاي الأمور كلها، الموضوع كله فيزيائي بحت، حتى السايكولوجي بالمناسبة يعني هي مو موضوع لا روح ولا في طاقات وتجاذب طاقات، الموضوع كله كيميكالز بالدماغ بالمية مية. فهذا الموضوع يعني انا بالنسبه لي منتهي تمام، مو بالنسبه لي يعني بالنسبه للمجمع العلمي كله، العلماء كلهم، اي حدا مطلع على الساينس بيعرف انه هذا الموضوع يعني منهي تماما، وهي فكره بدائيه قديمه جدا. ففوت ودور بالموضوع ولح تلاقي شغلات تصدمك حقيقه. صديقنا اللي عم يحكي عن موضوع فكره الخوف والنار، مع انه هو اكتشف الحقيقه، موضوع طبيعي صديقي، وهذا هو نفسه الموضوع اللي انا هلا عم بحكي فيه. وقت انت مبرمج من انت وعمرك سنتين وثلاثة على منظومة فكرية معينة، دماغك يا اخي هو دماغك عبارة عن شو انت بتلقنه،
شوفوا حلقتي اللي انا تبحرت شوي فيها بهذا الموضوع اكثر من اللي فيني هلا احكي. انت ما فيك تفكر بشيء الا ليكون هذا الشيء مبني عنك داتا، ما فيك تفكر بلا داتا. هي الداتا او البيانات منين بتجيك؟ من الانبوتس اللي هي عم تسمع باذانك وبتشوف بعيونك. هيدي الانبوتس المعلومات اللي عم تجيك عبر حياتك كلها هي اللي انت مخك بده يعمل بروسيسنج عليه. فلحتى انت كل ما كانت عندك افكار مغلوطه، كل ما انت كنت مبرمج دينيا اكثر، اذا هلا عم نحكي بالمنظومه الدينيه وعن فكره الخوف والنار، كل ما كانت هي عندك اياها اكثر، بمعنى كل ما انت كنت عايش بعائله متدينه اكثر، كل ما لك متعرض لدروس دينيه اكثر ومشايخ وما شابه او علماء دين مسيحيين او ما شابه، فانت حتكون عندك هذا الليفل كثير مرتفع من الداتا اللي هي داتا ربش جنك. هلا انت اللي بدك تعمله بس ببساطه انك تتعمق اكثر بالداتا العلميه بالساينس بالايفيدنس بالاشياء الحقيقيه الموجوده لحتى هي يطفح الكيل عن هذيك الداتا، وساعتها رح تصير تتذكر هذيك الايام كايام تتحسر عليها مثل ما انا بعمل وكثيرين بيعملوا. ولحتى سهل الموضوع عليك مثل ما سهلته على حالي من زمان، صدقني اذا في اله واذا كان دينك وطائفتك والمعتقد اللي انت تربيت عليه صحيح، هذا الاله رح يكون مبسوط انك انت عم تدور على الحقيقه. كانوا لانه هي انا عم اقولها لانه كانوا يخوفونا بانه بركي انت متت قبل ما تكتشف الحقيقه وترجع للطائفه تبعك ولدينك. فانا عم اقول لك هي النقطه، انت ببساطه ساعتها بتقول له يا اله انت حطيت فيني عقل، انا شفت الاخطاء 1 2 3 10 20 اللي هي عندك بالطائفه تبعي بديانتي بكذا، انا حاولت بس دور لابحث عن الحقيقه. انا شخص، انا كديفيد قريت معظم الاديان الاكثر انتشارا بالعالم اليوم، وقريت كثير من الاديان اللي هي انتهت وانتثرت من زمان اللي تسمى اليوم اساطير. هي رحله البحث وقت عم بعملها كنت بس ببساطه محضر هذا الجواب براسي، انه في حال عن جد اكتشفت انه الدين الاساسي اللي تربيت عليه كان الصح وانا متت، فهيك بقول له لا الله وقت يوم بده يحاسبني، انت حطيت لي مخ، انا شفت هي الاخطاء كلها، انا شفت كل الامور، انا كنت عم دور، لو عرفتك صح بدي ارجع، بس انا ما عرفتك صح او لسه ما وصلت لنتيجتي، وانت يا حتوصل لنتيجه انه حتعرف انه الموضوع كله رابش ولا حتنسى، يعني الموضوع ممكن ياخذ تقريبا سنتين. صديقنا سال كثير بتشكر تليفونه وبتشكر المديح اللي بتمنى انا اكون يعني اهل له، وبتمنى انه هلا يسجل اذا في بباله ملاحظات معينه يرجع يتصل فينا، اكيد برحب اكيد باتصاله مره ثانيه نحكي فيها. حكى عن موضوع الاي كيو وانه هو بيتاثر سلبا بزواج الاقارب، صح، مو الاي كيو والامراض بمختلف انواع الامراض، لا يوجد فائده لزواج الاقارب من الاخر، لا فائده بيولوجيه ولا فائده اجتماعيه من الاخر عم بحكي. هلا ممكن اذا كانوا مليونيريين وما بدهم يروح الثروه تبعهم للاخرين بس هي استثناء، لكن اذا بدنا نحكي كبيولوجي، كل ما تم تباعد بالاعراق ما بين الزواج، كل ما على الاغلب يكونوا الاولاد نسبه الاحتماليه انهم يكونوا اكثر صحه بتكون اعلى. يعني اذا بيتزوج شخص مثلا من افريقيا مع بنت من الصين، فهدول على الاغلب نسبة احتمالية يكون في جينات يعني ملوثة أو جينات فيها مشاكل تنتقل لأولاده متماثلة ما بين الطرفين نسبة كتير قليلة. فاحتمالية أنه يرتفع نسبة الأطفال أصحاء بتكون أعلى ما يمكن، وبالعكس كلما زاد الاقتراب وصولا للإخوة، كلما زاد الاقتراب بتخف هي الاحتمالية وصولا للأخوات. فطبعا مرحلة ابن العم وبنت العم وبنت الخال هي ما قبل الأخوات تقريبا بدرجة. هاي المرحلة دائما بتعمل يعني مثلا عائلة عندهم مشكلة، مثلا مرض بالقلب أو مشكلة نقص بالنظر أو مشكلة بكذا، فابن عمي وابن خالتي إذا نحن اثنين أخذينا من جدي فحتنتقل أكيد لأبني، منين أبني بده يجيب عيون صحيحة أو قلب صحيح؟ تفضل ديفيد، معنا اتصال من الأخ فيصل. تفضل أخي فيصل، وأسفين على التأخير. على وتعلي صوتك فيصل مشان نقدر نسمعك جيدا. انا كنت اسال ديفيد اذا عنده اي بعرف في المنطقه ما بصراحه صوتك ما وصل، بدك تساله عن شو؟
عن الاستعمار الغربي او زي ما يسموه الاستعمار العربي الغربي في المنطقه العربيه بشكل خاص. انا بعرف انه بدا تقريبا زي اكتشافات يعني انه بيستكشفوا المنطقه عشان لا كان في جيوش تحمي ولا كان في بوبيليشنز عاليه. البوبيليشن مثلا تبعت فلسطين من 1900 لغايه 1950 اتضاعفت اكثر من مره أكيد. عشان الوسائل الزراعه كانت قديمه، ما كان في البرنتنج بريس، وكانوا المنطقه العربيه والدول العثمانيه بشكل عام، مع انها هي كانت في وقت من الاوقات مثلا في 1600 و1700 لسه قوه يعتبر لها، ما كانت جزء من الريبوبليك اوف ليترز، يعني ما كانت جزء من الكونفرزيشن تبعت مان كايند، ما كانت جزء من ما كانتش بتاخد تناقش الافكار اللي بتطلع في اوروبا. فبس اذا عند بيعرف اي كتب عن الكولونياليزم عشان اوكي، بس الكتب يعني قصدك. اوكي، شكرا فيصل. كلها فيصل، في عندي تعليق من الاخت ساره. وين صارت ساره؟ اسف ساره، هون عم تقول مساء الخير، شكرا لك اخي جان وللصديق ديفيد، موضوع الحلقه رائع ومعقد بنفس الوقت. من الصعب إقناع مجتمعاتنا إلغاء الدين في تربية الأطفال، حيث يقومون باستخدام الدين لتخويفهم وتنفيذ طلباتهم من حيث أن رضا الله من رضا الوالدين وأغضابهم يؤدي إلى حرقهم بالنار، وبالتالي ينشأ جيل نسخة عما سبقه، وهذا هو النجاح برأيهم. وبالتالي الحل الوحيد لحل هذه المشكلة هو سحب جميع الأطفال من أهاليهم ووضعهم في مدارس داخلية في بلاد علمانية لضمان عدم تكرار نفس الأخطاء والجرائم تحت مسميات الدين. شو رأيك بالكلام هذا؟ أو في عندي، تمام، عندي هل الأخ فيصل والأخت سارة. تحية للأخ فيصل وللأخت سارة، سعيد باتصالهم ومداخلتهم، لكن بكل أسف ما كتير فهمت بصراحة سؤال الأخ فيصل، فياريت يعني أنا فهمت إنه هو عم يحكي عن الاستعمار والاستعمار بالمنطقة، بعدين أنت عم تقول له شيء عن الكتب. هو عم بسأل إذا في كتب محددة تحكي عن موضوع الاستعمار وفضل الاستعمار في اللي سواه في بلادنا. يعني هو عم بيقول إنه لما دخل الاستعمار الغربي على بلادنا، يعني بلادنا كانت شبه بلاد مثل بدائية جدا يعني، وكانت population الأعداد السكانية كانت قليلة جدا يعني، وكانت متخلفة. فإذا في كتب تحكي عن موضوع الاستعمار الغربي للبلاد وفضله، ويعني الأشياء الجميلة اللي حطتها ببلادنا، الأشياء الحضارية، الأشياء المفيدة، مثل لما نابليون إجا جاب معه آلة الطباعة على مصر يعني، وعلى هالشكل يعني. ما بتوقع حتلاقي هيك كتب. هلا باختصار شديد، موضوع الاستعمار والاحتلال وكذا يعني هو موضوع يعني منذ فجر التاريخ عمره 8000 سنة، من بداية تشكل المدن البدائية وبعد منها أول إمبراطورية بسومر، ومن بعدها لهلا يعني عبر التاريخ كله من أيام السومريين لليوم دائما في الأقوى فبيروح بيسيطر على المناطق الأضعف منه وهكذا. ومن هداك التاريخ لليوم الشعوب المحتلة هي بتحكي ضد الشعوب اللي احتلتها او الثقافات اللي احتلتها على الاغلب، يمكن في استثناء للاسكندر المقدوني لانه كان كتير ذكي وعمل استراتيجية عظيمة، ما كانت استراتيجية قمع مثل معظم الاخرين. والدول الفاتحة او المستعمرة او شو بدك تسميها، هي الدول بتعتبر نفسها هي قدمت خدمات جليلة، ولنا في الدولة الاسلامية يعني خير مثال، انت كشخص ولدان بعائلة مسلمة وعم تدرس، شو اسمها عندك؟ فتوحات إسلامية، لكن هي استعمار، هي حرب استعمارية، احتلال لأراضي أخرى، لكن أنت شو بتدرسها كطفل؟ فتوحات إسلامية. وأعتقد أنه هذا الكلام ينطبق على معظم الحضارات والثقافات بالعالم، أي وحدة فيهم اللي حتحكي عن تاريخها أنه هي عملت فتوحات وقدمت فضائل للآخرين، واي حدا تم احتلاله رح يحكي انه هو تم يعني حدا استعمره او احتله او ما شابه.
منشان هيك هي معضلة بدراسة التاريخ، واللي هي حتكون بالمناسبة الحديث القادم بقناتي كيف نقرأ كتب التاريخ. موضوع دراسة التاريخ موضوع هو من أكثر المواضيع تعقيدا، لأنه ما فيك تحصل على الحقيقة صح. لا تتوقع تلاقي كتاب واحد إنه هذا الكتاب اللي حيشرح لي الحقيقة صح. في كتب أفضل من غيرها، في كتب أكثر حيادية عن غيرها، برجح منها مثلا طبعا قصة الحضارة لوولد ديورن. لكن عموما أي كتاب لح تقرأ فأنت لح يعطيك جانب مظلم وجانب إيجابي. يعني إذا أنت كنت عم تقرأ كتاب مثلا مألفين النازيين الألمان، فلح يطالعوا لك هتلر إله وقد ايه عمل فتوحات ألمانيا. وإذا أنت عم تقرأ كتاب مثلا مألفه واحد بولندي، رح يحكي لك شو عمل فيه الشعب الألماني وشو عمل هتلر ببولندا من مساوئ. لكن أنا برأيي يعني هذا موضوع طبيعي عبر عجلة التاريخ. هلا ما فيني أقول إنه يعني كتير أنا يعني برافو ولا مو برافو على الاستعمار، ما بدي أفوت هلا بهذا النقاش لأنه هو مو موضوعي أبدا، وكتير إله يعني استفاضات واستشاطات وكذا. لكن عموما أنا اللي شايفه إنه الدول اللي تم استعمارها بالعصر الحديث، خلينا نحكي عصر ما بعد التنوير يعني عصر الحداثة من أيام الإمبراطورية البريطانية والفرنسية وأنت ماشي لهلأ، أنا اللي شايفه إنه الدول اللي تم استعمارها وحاولت تعمل يكون في عندهم ذكاء، يعرفوا إنه هن بموقف ضعف قدام هذا المستعمر، يعني حسنوا بطريقة أو بأخرى ياخذوا أقل الخسائر الممكنة. واليوم هن اللي عم نشوفهم من الدول الاكثر رقيا من الدول الاخرى يلي اجاهم مستعمر وضل عم يتنح انه لا اخي انا سعري بسعره، انا مثلي مثله. طب انت مالك مثلك بمثله بموازين القوى، فضلوا عم يتنحوا معهم وقلعوا لهذا المستعمر وضلوا على بدائيتهم وغوغائيتهم. يعني هدول الدول عم نشوفهم اكثر يعني مستوى اليوم من الدول الاخرى اللي تقبلت الامر الواقع وحسنت تلعبها بذكاء. انا ما عم اقول انه برافو على المستعمر، هلا لو انه انا اتمنى بالنتيجه يتوحد العالم كدوله واحده بغض النظر شو كانت او مين هو الاساس تبعها، لكن انا برايي اذا عندك هي الحاله فالعب اللعبه بذكاء. افهم انت مستوى ضعفك، افهم انت يعني تماما مثل اذا جاي اسد بده ياكلك مثلا، ما فيك تيجي تضربه بوكس مثلا، ما رح تاثر فيه، بدك تلعب اللعبه بذكاء كيف انت تبعد عنه. بنتقل لسؤال الأخت سارة اللي هو أقرب لحديثنا اليوم. بكل أسف كلامه صح، كلامه صح بالجزئين. يعني بقصد إنه الأهل نفسهم عموما أنا برأيي بمجتمعاتنا البدائية التعبانة، الأهل نفسهم مو من مصلحتهم إنه يطلع عندهم أولاد علمانيين أو أولاد متثقفين أو أولاد طالعين من الأديان، لأنه ببساطة بده يستعمل الدين لحتى يقمع اولاده، لحتى يخليهم تحت سلطته، لحتى يخليهم تحت انضوائه. وهون فيني يحط ملاحظه هامشيه كمان، يعني لو انه خارج موضوع حديثنا، اذا بيلاحظوا المشاهدين موضوع انه ليش انا بمعظم الديانات او بكلها يمكن، يعني انا ما مرق علي مثلا ديانه بتحض الاب او الام او الام تحديدا على انه هي تحن على ابنها او تحن على ابنها او ترضى عليه او كذا، لكن دائما بيكون العكس انه الابن بده دعوات، بده دين، بده منظومه اخلاقيه لحتى تحضه على انه يدير باله على اهلهم. هذا الموضوع ببساطه بيولوجي، ببساطه لانه بالنسبه للام والاب هن وقت نقلوا جيناتهم لاولادهم فهن ببيولوجيتهم بيحبوا اولادهم ورح يحبوا لهم الخير ورح يريدوا لهم اي شيء. اقروا كتاب الجين الانانيه لريتشارد دوكن ذا سيلفش جين بفهمكم القصه صح. بينما بالنسبه للاولاد عمليا الجينات اللي جوات هي الاولاد ما كتير بيعني لانه اذا اهلهم كانوا كتير مناح، وخاصه بمراحل الكبر المتاخر بالحياه، انه خلص انا صرت كبير عمري 20 سنه بدبر حياتي والى اخره، ابي صار عالي علي. فبلحظه ابي صار عالي علي هون انا بدي مثلا منظومات اخلاقيه لحتى تخلي الولد يعني يدير باله على الاب، وهي اللعبه اللي بيلعبها الدين، وهي اللعبه اللي بتخلي الاهل يحاولوا انه لا اخي بدنا اولادنا يكونوا تبعات الدين من شان اخي رضا الله من رضا الوالدين ورضا مدري شو والجنه تحت اقدام الامهات ويسمع كلامهم ويطيعهم شيء من هالنوع. فمن شان هيك الموضوع كتير معقد، مثل ما انت تفضلت اكيد بده حديث مستقل وبده يعني استفاضه طويله، لكن مبدئيا انا او
مبدئيا انا عم اقولها بعد فتره طويله من التفكير والبحث في هذا الموضوع، يعني برجع للحل اللي طلع فيه افلاطون قبل 2500 سنه اللي قالته ساره هلا، اللي هو انه لازم الاهل يعطوا اطفالهم، يتربوا الاطفال بمكان عن طريق استشاريين نفسيين، خبراء بالاطفال بالتربيه وما شابه. ما اترك الموضوع للاهل، لانه اخي وقت اللي عندك انت عم تترك الموضوع للاهل، الاب اللي بيضرب اولاده، الاب اللي بيربي اولاده على السرقه، الاب اللي بيربي اولاده على الاشياء الخطا، الاب اللي بيبالغ بتربيه اولاده وبالتالي بيطالع شخصيات ضعيفه بيتاثروا فيها كل حياتهم. التربيه موضوع كثير خطير، يمكن هو اخطر موضوع واكثر موضوع لازم كل الناس تنتبه له. ورجاء رجاء رجاء لكل الاشخاص اللي عم يسمعوني، يا جماعه لا حدا يتزوج ويجيب اولاد قبل ما يكون كتير فهمان كيف بده يربي هدول الأولاد، ويكون عنده أصدقاء أو أشخاص تساعده بتربية الأطفال، خاصة إذا عايشين بالدول العربية. بدول أوروبا يمكن الحكومة نفسها بتأمن لكم مساعدات. موضوع كارثي. يعني أذكر مقولة لجان جون جان جان روسو، جاك جان روسو، واتس ايفر، ما طلع معي. كان جد كمان روحت مني انا كان جد كان جد سكو انا ايه راح المهم تفضل اذكر مقولة لجان جاك روسو بكتابه الرائع ايميل. جان جاك روسو بيقول شغلة، قال لك انا بستغرب من الفتيات اللي عنا والناس بمجتمعه، تخيل على ايامه لجان جاك روسو بعصر الانوار، قال لك انا بستغرب انه الناس وقت بدها تشتري شيء او بدها تتعامل مع شيء بتحاول تفهمه وتقراه وتتعلمه. يعني انا وانت اذا اشترينا موبايل او تلفزيون او ريسيفر او اي شغله، تلاقي عم نقرا الكتالوج ونفوت وندور وكيف بدي اتعامل معه لهذا الجهاز ودير بالي عليه، لكن بنفس الوقت بياخذوا هي الخطوه المجنونه بتعبير جان جاك روسو بانه يجيبوا اولاد ويزتوهم هيك، تبع بيقول لك بتعبيرنا ببلادنا بيربى مثل ما ربينا، احنا ربينا ليتنا شبنا. شبنا؟ انت مو حاسس شبنا؟ يعني هذا اللي عم يقول لك شبنا، انت بدك اكثر من هيك لسه؟ يعني شو بدك نصير مثل بنغلاديش ولا شو بدك؟ لا لا، في مقولة كانت بتقول الله بيبعت رزقه. طبعا الله بيبعت رزقته معه كمان، وكل هالامر الاولاد اللي عم تموت من الجوع وكل هالاولاد اللي عم تموت من المجاعات الله عم يبعت رزقته، يمكن عم يخربط بالعنوان عم يبعتهم لهون على السويد، والله ما بعرف. فلا باوروبا انا بعرف الولد بيجي والحكومه بتبعت له رزق. خربط البريدة ديفيد. طيب ديفيد، في عندي سؤال من مصطفى، أظن أخ مصطفى، بيقول سيد ديفيد تحياتي، لأول مرة أسمع صوتك وعجبتني كثير نظرتك للأشياء. عم بيقول قناة ديفيد غير موجودة أو هناك خطأ؟ بالفعل أنا اليوم حطيت اللينك بس ضغطت على القناة ما هي موجودة. يعني علاوة تشرح لنا إذا في أسباب أخي ديفيد؟ لا أكيد القناة موجودة جان. لا أنا جربت بصراحة، أنا جربت نفس اللينك أنا اللي حطه عندي، وكان أول يطلع بس هلا ما عم بطلع، اليوم أنا جربت ما طلع. شوي ليك، أنا حسيت بس تخيلت إنه في خطأ من عندك بكوبي اللينك، يعني لا ليك القناة تبعي شغالة هلا عم شوفها على الكمبيوتر. طيب أنا على كل حال، أنا على كل حال إذا في عندي خطأ راح أصلح الخطأ وأرجع أحط خطأ، أنا بتوقع الخطأ بس وقت ناسخ اللينك في شي ليتر رايح أو شي موضوع بس هيك. في الاخ فيصل عم بيقول اعطانا الاسم. على كل إن الاخ احمد كارب انا بتمنى يتصل فينا، لانه اتصل فينا ورجعت اتصلت فيه وما رد علي، فبتمنى يرجع يتصل فينا. طيب اخي ديفيد، يعني انا بيهمني كثير بصراحه مساله الحروب اللي عم بتصير هلا بشرقنا، التعيس للاسف الشديد بسبب هالثقافه هي. يعني أنا إذا سألت سؤال، ما هي جذور المشكلة اللي شايفينها هلا؟ فالعلوي عم بقتل السني، والسني عم بقتل الشيعي، والشيعي عم نازل بده يسيطر على العالم، وهدي يسيطر على العالم، وكلهم يعني لا حول ولا قوة، يعني ما بقدروا يسيطروا على حالهم حتى، فما بالك يسيطروا على العالم. فشو جذور المشكلة يعني، إذا بتقدر تشرح لنا إياها؟ أنا اللي شايفه جان، جذور المشكلة بعالمنا العربي وجود ديكتاتوريات سيطرت على هي المنطقة عبر القرون الطويلة كلياتها الماضية،
الشعوب بمنطقتنا العربية عموما ما لقت لسه وقت لأنها تتنفس، ولا أعتقد مر عليهم حاكم بهم مصلحة الشعب عبر قرون طويلة لورا، يعني يمكن من أيام ما بعرف قد ما بدك ارجع. وبالتالي هذا الكلام لساته لليوم، وجود هاي الديكتاتوريات عبر التاريخ نهاية بالديكتاتوريات الحديثة اللي نحن هلا عم نعيش نهايتها أتمنى، شكل عندك مجتمع جاهل جدا، مجتمع لأنه ببساطة أي ديكتاتورية ما بهم تثقف مجتمع، لا يوجد ديكتاتورية لحد الآن أنا سمعت عنها أو مرت بالتاريخ ديكتاتورية علمية مثل ما بيسميها برتناند راسل. برتناند راسل كان يحلم بوجود ديكتاتورية علمية أو مجتمع علمي، يعني يكون في تنظيم علمي للعالم كله، فكرة أنا بفكر فيها لكن بتوقع كثير طبيعتنا الإنسانية جان شكلها ما بتسمح بوجود ديكتاتورية يكون هم على الشعوب. مر رؤساء بسيطين ببعض الدول هنا وهناك بمنطقتنا وبغير مناطق كان قلبهم على الشعب لكن ما اسمها ديكتاتورية، أنا عم بحكي على الديكتاتوريات الحاكمة. الديكتاتور هو همه مصلحته، همه مصلحته معناته همه يخلي شعبه جاهل، لأنه إذا شعبه صار بيفهم فشعبه رح يفهم أنه هو معرض للديكتاتورية وبالتالي رح يثور عليه ببساطة، مثل ما هذا الشيء اللي هلأ عم يصيب من وراء الإنترنت، وقت بلش الشعب شوي يفهم أنه هو عايش بظل ديكتاتورية. وقت اللي إحنا كنا عايشين بظل ديكتاتورية قدامنا قناة واحدة على التلفزيون أو قناتين، واحدة بتفتح نص دوام وواحدة دوام كامل، عنا هالكم برنامج بدنا نحفظهم مثل الله واحد، بدنا كذا برنامجنا التثقيفي بالمدرسة، ما كنا نسمع شيء عن العالم. نفس الشيء اللي لسه بيعانوا منه بكتير ديكتاتوريات ببعض المناطق مثل كوريا الشمالية اليوم، يا حرام عايشين بديكتاتورية مبكية بكوريا مثلا. هلا وجود هاي الديكتاتوريات، الحظنا الحلو انه نحنا بمنطقتنا كان الدين المترافق مع وجود هاي الديكتاتوريات هو الدين الاسلامي. هذا الشيء تجذر لأنه في بعض الأشخاص وقت بعدت عن الديكتاتوريات أخذت لتشدد إسلامي بديكتاتورية إسلامية مثل حالات داعش وغيره. لكن هي ما هي السبب الأساسي؟ أنا اللي شايفه السبب الأساسي هي الديكتاتوريات اللي هي مارست تجهيل منظم للشعب. سو مثل ما هلأ تفضلت عم تقلي علوي وشيعي وسني، يعني مثلا إذا عم تحكي كذا المثال على سوريا، فهلأ اليوم العلوي بسوريا والأقلية المسيحية بسوريا والأقلية الشيعية والناس اللي تم تشييعهم بشكل منظم عن طريق حافظ الأسد وبعده بشار، بالمناسبة كانت نسبة الشيعة بسوريا جدا لا تذكر قبل وجود قبل ما يسمى الحركة التصحيحية وما شابه، قبل الانقلاب اللي عمله حافظ الأسد، يعني كانت نسبة الشيوعية جدا لا تذكر. أنا مراجع وقاري بهذا الموضوع يعني كتب من شو اسمه الأمم المتحدة عن هي الأمور، ففهمت القصة تقريبا بشكل جيد. تم عملية تشييع واستجلاب لشيعة على رفعوا نسبتهم، حتى أول مرة بسوريا مثلا بتم شو بيسموها الشيعة تبع اللطمية أو ما شابه، هي اللي بيطلعوا فيها وبيضربوا بحالهم وكذا، أول مرة بتصير بسوريا كانت بسنة 2001 والعالم انفلجت وكانت محمية من المخابرات السورية، تمت يعني بمنطقة بدمشق بدون تفاصيل كثير من شان ما استشط عن الموضوع. وبالتالي مثلا منظومة حاكمة معينة مثل بيت الأسد بسوريا كمثال، وعمموا هذا الشيء على معظم المناطق الأخرى، عنده هو من طائفة معينة، أنا لا أعتقد حافظ الأسد كان طائفي بقدر ما هو كان اشتراكي بهم ومصلحته الذاتية، لكن هو اتبع موضوع الطائفة كرمال يدير بقى يعني يكون في له رعاية قوية حواليه وحاضنة قوية حواليه، وهذا الشيء اللي صار. وبظرف سنوات معينة صار عندك طائفة معينة ببلد معين هي الطائفة the most powerful بهذا البلد. هلا هذا الشيء بالنسبة للآخرين عمل لهم عداء مع هدول، ليش هدول صاروا هن أقوى منا، ليش أنا مثلا بخاف منه هو، يعني أنا بمدينتي وبحارتي بخاف من هذا الشخص اللي هو من غير مدينة ومن غير طائفة وكذا، فعمل لك مشكلة يعني عمل حقد دفين ما بين أبناء الشعب. هلأ وقت بتصير عندك حالة حرب مثل هلأ اللي صار سواء بسوريا بمصر بمناطق تانية، بلشت التحزيبات تشتغل. هلأ بيتم تفهيم إحدى الطوائف إنه يا جماعة أنا كديكتاتور إذا بروح من هون فأنتوا لحتفنوا،
هدول الاخرين بدهم يفنوكم هنا بيكرهوكم، هو خلاهم يكرهوه، عرفت؟ هو لعب هي اللعبه، هو خلق العدو بايده، قال لك اخي اذا بتديروا بالكم ترى انتم بدكم تتسلحوا. وانا سمعت من كثير اشخاص من هدول الطوائف اللي كان في منهم كثير اصدقائي بيقول لك اخي احنا عم نتسلح من اول القصه، بده يهجموا علينا السنه يقتلونا مثلا. بالمقابل الاخرين صار نفس الشيء وهكذا، صار بقى شيخ الجامع بحزب طائفته، الشيخ الكذا ما بعرف الشيعي العلوي، هذا صار بده يقضي على المنظومه الحاكمه، المنظومه الحاكمه بدها تقضي على هدول ومجيشه اشخاص عملوا عداء بايدهم، هذا الشيء اللي اسمه يميني. جوابا على سؤال صديقنا قبل شوي، هي هذا اليمين، هيك بيعمل اليمين. نفس الشيء بمصر مثلا، بيجي اخي عندك اوكي لك كلهم مسلمين الازهر والاخوان، بس كل واحد عم ياخذ سبورت من طرف، تذكر السياسه اقتصاد دين شقفه واحده مثلث واحد، كل واحد فيهم عم ياخذ سبورت من طرف، فبيصيروا ضد بعض بيتحزبوا ضد بعض، بينزل الشعب بيقتل بعضه، واثنين عم يصلوا بالجامع واثنين سنه واثنين كذا واثنين كذا. فالموضوع هو ديكتاتور ديكتاتوريات. بس انا طيب معنا اتصال من الاخ احمد، اسفين اخ احمد طولنا عليك، تفضل. نعم ماشي، مساء الخير عليكم، اسف كان عندي عطل. ولا يهمك ولا يهمك، تفضل اخي. طبعا انا مع الرجل الكاف بتوافق كثير من الاراء، انه المدارس الدينيه تخلق الشعوب جدا. يعني في اخر كان في عملوا اختراع في ولاية أوكرانيا الشمالية أعتقد ولاية في أمريكا، كان على الألواح الشمسية، معظم الاستفتاء قام إنه ما يقوموا بالألواح الشمسية علشان ما تجف الشمس. يعني في عقول دينية من ضمنهم منظمة الخلقيين في أمريكا. عندنا في الإسلام مثلا آية العين الحمى للقرنين، تختفي الشمس في عين حمى، في جورة مي يعني. طلع لك ذلك، يعني ندعو إلى أنه يكون المناهج بدل الدينية يكون مناهج أخلاقية، مثل المناهج في اليابان او الدول مثلا، اخذ خبراء من الدول المتقدمه حاليا في الدراسه. قصدك تكون مناهج علميه معتمده على العلم اكثر شيء. بداية الاخلاق، يعني احنا محتاجين اخلاق في الشرق الاوسط. الاخلاق كمان يعني بصراحه، يعني حتى الاخلاق لازم ينتهج منهج علمي، يعني الاخلاق ما بتجي الاخلاق منهج خرافي او غيبي، يعني يكون منهج مدروس علميا. الاخلاق يعني ما هو شيء بعيد عن العلم اصلا. يعني طبعا انا قصدي الاخلاق يعني تكون ادبيا بعيدا عن المنهج الديني. مثلا في بعض الاحيان المنهج الديني بينهي عن الواسطة، مثلا انه تشغل اقاربك في منظمة الدولة، او يكون حولك الوزراء كلهم ولد عمك او من عشيرتك او من قبيلتك. هل الدين ينهي عن ذلك؟ لا طبعا اكيد لا. طيب اخي احمد انا بتشكرك كثير، وراح نسمع تعليق الاخ ديفيد. بتشكر اتصال الاخ احمد. بالنسبة لموضوع الأخلاق والعلم رح أوضح له نقطة، كلامك صح وكلامه صح، بس أنا رح أوضح النقطة اللي بتربط ما بين الكلامين. وهي نقطة كمان فكرت فيها لوقت طويل، بما أني شخص يعني شوي أو كتير مائل للمنهج العلمي، بما أني أنا شايفه هو الخلاص الوحيد للبشرية من هالكم الهائل من الافكار اللي بتخطر لكل الناس. اي حدا بيخطر له فكره، طيب وفي مليون فكره متناقضه بالعالم، وفي مليارات الكتب المنتشره، طيب مين بدي يصدق؟ المنهج العلمي اللي هو فيه تجربه فيه ايفيدنس هو الافضل، انا برايي، لانه هذا خلص فيني صدقه وهو قابل للتطوير وما شابه. ما بدي فوت بموضوع المنهج العلمي. هل يمكن بناء منظومه اخلاقيه مستنده على المنهج العلمي؟ هذا كان التحدي، السؤال اللي أنا فكرت فيه لوقت طويل، وبرأيي لليوم أنا عم لاقي الجواب نعم.
بإمكاني أعتمد أخلق أنا منظومة أخلاق برمج العالم عليها. هاي الأخلاق هي تتماشى مع العلم. عندي أخصائيين سايكولوجي، أخصائيين بيولوجي، بلا 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 بلا، أخصائيين بقى بالسوسيولوجي بكل الأنواع هاي. هدول الأخصائيين بيصيروا بيدرسوا كل التحركات، كل الأفكار، كل الآليات الأخلاقية اللي نحن بنسميها أخلاق، لأنه كلمة أخلاق فضفاضة عمليا. هدول الأخصائيين بيدرسوا هل هذا العمل إذا قمنا بالعمل X أو Y أو Z هل يؤثر ضرر أم يعطي فائدة؟ إذا أعطى ضرر فهو عمل سيء، إذا أعطى فائدة فهو عمل أخلاقي. بناء عليه نحن بننظم المجتمع بطريقة أخلاقية مبنية على أسس علمية. ما بتصير طريقة أخلاق إنه بس ليش ما بعرف، مثل ما هلأ سائل ليش، لأنه ستي هيك قالت، لأنه أهل أول هيك قالوا، لأنه الدين تبعنا هيك قال، لأنه كذا، لأنه الله هيك قال، إلى آخره. فبيصير منظومة الأخلاق تتماشى مع منظومة علمية. لا يوجد رادع أخلاقي ولا يوجد محفز لعمل معين يسمى أخلاقي إلا إذا كان هذا الشيء له علاقة علمية positive or negative. وبهذه الطريقة بالمناسبة مو بس منخلص من جدل لا ينتهي، ومنخلص من تناطح ثقافات، ومنخلص من هاي القصص، حتى فينا نطور منظومة لأمور أخلاقية لحنا لليوم مثلاً عم نحاول نحض الناس عليها بطريقة يعني بالقانون مثلاً. هلأ أنا عم دخن، طيب هذا التدخين شيء مضر، طيب هل هو أخلاقي أم غير أخلاقي؟ هلأ بقى بيجي بيقلك هو غير أخلاقي تدخن قدام العالم لأنه بتضرهم، طيب أخلاقي كذا، لكن بالنتيجة أنا عم ضر حالي. طيب أنا ممكن بطريقة الأخلاق المبنية على العلم برمج المجتمعات الجاي إنه هاي التدخين نفسه هو عمل لا أخلاقي، بدي خلي الناس من دون أي مخالفة من الشرطة، من دون أي الله يتدخل بالموضوع، من دون ما تخاف من الجنة، على مر جيل أو جيلين أو ثلاث أجيال حتوصل الناس لمرحلة يصير إذا بده يدخن سيجارة بده يدخنها بالخفاء، وهو مستحي إنه هو عم يعمل شغلة لا أخلاقية. بتلاقي العالم بطل التدخين اللي هو عمل مضر، اللي هو عمل عم يأثر سلبا على صحة الناس، على اقتصاديات الدول، وعلى هذا فقس بقى الزواج والمعاملات واللبس والشلل واللي بدك اياه. الامور اللي العلم لسه، انا هيك وجهة نظري اللي لهلا توصلت له، الامور اللي لسه العلم ما بت فيها بانه لا هي صح ولا هي خطأ، فينا نتركها موضوع حيادي، انه لساته هذا الموضوع لا هو اخلاقي ولا غير اخلاقي، موضوع متروك لراح يعني عادي جدا، لا ما بتدخل فيه الاخلاق، بس بت العلم بامر معين بيصير اخلاقي. اذا بعمل هاي المنظومة الاخلاقية لانه جان، انا برايي وما عاد اذكر اذا حكينا فيها قبل هلا ولا لا، الناس بتخاف من العيب والامور اللا اخلاقيه اكثر مما تخاف من المحرمات الدينيه، ببساطه لانه الاله اللي انت عم تعبده بغض النظر مين هو هذا بيرتشر في كل شيء، بتصلي له، بتحج، بتروح لعند ابونا على الكنيسه، بتقعد تعمل هدول الشغلات، بيرتشر. بتعمل اي طقوس معينه بديانتك، اي ديانه كانت، اي طائفه كانت، الامور اللا اخلاقيه في رشوه بالنتيجه بترشيها، الله غفور رحيم بالاخير بيقول لك. لكن الناس شو بدي اعمل فيهم؟ وقت انا بعمل عيب الناس شو بتعمل فيها؟ مشان هيك اليوم العالم بمجتمعاتنا العربيه كله بيمارس الجنس، شباب وبنات، خارج اطار الزواج. تقريبا مو كله، ما بيصير عمم، لكن نسبه كثير هائله بيمارسوا الجنس خارج اطار الزواج، لكن بشكل مخفي. الله بيرشي لأنه هو بعدين بيصير بيقول لك، أو مثلا في بعض الناس بتلاقي أنه هو بيمارس الجنس بطريقة أنه بس مو جنس كامل، فهي ما بتحتسب زنا، قال أنه ما تبع المكحل داخل ما بعرف شو، فأنه هو قال بيمارس الجنس من دون ما يكمله للآخير، فهذا مو ممارسة زنا، أنه قدام الله هو ما ديفيد. بس حتى العادة السرية، يعني حتى العادة السرية هي ممارسة للجنس، بس يعني كمان رشوة لله، يعني هي محرمة عند إياه بس ما بقدر بعملها، هي اسمها عادة سرية أصلا يعني، وحتى عن كل الأمم يعني مو بس عنا بالشرق. صحيح جان، الفكرة تبعي ببساطة شديدة مشان ما نستشيط أكثر، أنه الناس اليوم بتخاف من قانون الدولة المادي اللي فيه سجن وغرامة، وبتخاف من العيب اللي بده ينحكى عليهم أكثر مما تخاف من الله. يعني جرائم الشرف مثلا، طيب هي شرعيا حلال يا أخي، وحدة تجوزت واحد وعقدوا اثنين شهود، ببساطة حلال،
بيقتلوها لأنه أثرت على شرف العائلة، العادة أهم من الدين. مثال، وعلى هذا فقس، فأنا إذا عملت منظومة أخلاق مبنية على العلم، صدقني عبر 100 سنة تقريبا أنا ما عدت حتى مضطر لا لله ليراقب الناس، ولا مضطر للشرطة كثير، الناس صارت حتمشي بالأخلاق، هي خايفة من بعضها بمنظومة أخلاقية. تفضل جان. طيب عندي سؤال أخير، وأنا آسف أصدقائي إذا ما قدرت أخذ كل التعاليق وكل المكالمات، أنا آسف كثير لأنه الوقت داهمنا كمان، يعني ما بدنا نطول كثير الحلقة، يعني صار ساعتين لتلت تقريبا. فبناخذ سؤال أخير أخي ديفيد، برأيك ما هي الوسائل العملية الفعالة لبناء ثقافة جديدة بعيدة عن التطرف والخرافة في مجتمعاتنا الشرقية؟ شو هي الوسائل الفعالة، خلينا نقول ممكن يعني؟ تفضل. عم تضحكني جان، لأنه سؤالك يعني كلمة وسائل فعالة، يعني أنت مثل بدك تطلب معجزة بكلمة فعالة، لكن فيني أقول لك شو الوسائل اللي أنا متخيلها بالأذى الموجود حاليا. يعني لأنت عندك هذول المجتمعات فيك تتخيلهم، مثلا شخص عامل حادث سير شنيع وجسمه كتير مدمر ويعني بجومة تقريبا، وعم تطلب مني وسيلة فعالة لأنه ساويه شخص صحيح وما في مشكلة فعالة. هلا شوف، أنا برأيي في عدة وسائل، يا أما بده يجيك حدا يكون ديكتاتور علمي، ديكتاتور قلبه على الشعب، وهي حالة يعني شبه نادرة، أنا ما فيني أخذ هذا الجامبل وندور عليها، كتير نادرة، لحتى هذا الديكتاتور اللي هو بده يفرض قوانين تكون هي القوانين لمصلحة الشعب وكذا وكذا. وليش عم أقول ديكتاتور؟ لأنه ما بدي أعمل أنا استفتاء هلا ديمقراطي وهدول العالم هن بدهم يستفتوا، وأنت شايف النتيجة شو بدها تطلع إذا استفتوا، فأنا مضطر أجيب حدا بالزور يجي يقعد فوق راسهم لحتى هو يعني يجبرهم يصيروا بني آدمين، يصيروا ناس راقين، يصيروا مجتمعات راقية. هذا الشيء شبه مستحيل، فخلينا ننساه، بدنا نفكر بطريقة تانية، انه والله يجيك دولة راقية كتير تعمل استعمار لهذا الشعب بطريقة كمان كتير يكون قلبه عليه وكتير تحفزه وتخليه مبسوط لأنه استعمره. انتبه كمان في نقطة، انه مو بس استعمرته، بده يكون هو مبسوط ليتقبل يسمع نصايحه ما يضل يعمل له مشاكل. كمان هذا الكلام شبه مستحيل، نرجع بقول لك لأنه الطبيعة البشرية أصلا يعني ما كتير لهلأ بتسمح بهذا الموضوع، ما وصلنا لهي مرحلة من الرقي انه والله في حدا يعني انه انا اروح مثلا لعند جاري يكون اكل هم اولاده لربي له اياهم مثلا، انه خلص وهو اولاده عم يتقاتلوا معي ما بدهم ياني يربيهم. فيعني ما حدا وصل لهي المرحلة من الرقي يشتغلها. فصفي الطريقة الاحتمال الثالث، واللي هي طريقة فيها شوف يعني هي طريقة إذا ما استفدنا منها ما رح نضر ولا حنستفيد بفائدة بسيطة، يعني طريقة ما في منها ضرر على الإطلاق وإنما فيها فائدة. هلأ نسبة هي الفائدة ما بعرف قد إيه، بس بدها تاكل شوية وقت، اللي هي الشغل اللي عم اليوم عم نشوفه عم ينشغل على الإنترنت، القنوات اللي عم تطلع، الصفحات الفيسبوك مثلا اللي عم تحاول تعلم الناس الساينس، عم تعلم الناس الأخلاق، عم تفهم الناس إنه يا ناس في مفاهيم أخرى مختلفة عن ثقافتكم. الناس في قنوات مثل قناتك، مثل القناة اللي أنا هلأ مبلش عم بشتغل فيها، القنوات الثانية بهالنوع، هذا الشغل اللي فينا نقدمه لأنه نحاول قد ما حسنا نوعي الناس على أمل إنه تكبر شريحة الناس الواعية بطريقة معينة ديمقراطية، خليني أقول، يكتسحوا الساحة ويستلموا السلطة مع الوقت عبر بعد عشرات السنين من هلأ. هي الطريقة قد ما جابت فوائد فهي حتجيب فائدة، ما في منها أي ضرر، لكن أنا بتمنى، وبما أنه عم نسأل هلأ على طريقة فعالة، وبقدم رجاء على هي القناة، على قناتك، الأشخاص أصحاب المليونيرات العرب اللي هن أشخاص علمانيين، اللي هن أشخاص عم يفكروا بنفس طريقة تفكيرنا، اللي هن أشخاص يعني مزعوجين من هذا المجتمع، اللي هن أشخاص يمكن أصلا تركوا المجتمعات العربية وعايشين ببلاد برا عم يحاولوا يعني يتجنبوا يعيشوا بهي المجتمعات، وعرفوا وفهموا الحياة وفهموا العلم، وما
هدول الأشخاص بتمنى يطلع منه الناس تمول قنوات فضائية، تمول مشاريع عن جد على أرض الواقع، لأنه لليوم جان جميع هي المشاريع اللي عم تنحكى سواء صفحات فيسبوك أو قنوات كلياتها ناس عم تعملها بشكل مجاني بشكل طوعي، وبنفس الوقت بشكل غير منظم، بما أنه هي مجانية وطوعية فهي غير منظمة، وبالتالي لا عم تحسن تكون توب كواليتي ولا عم تحسن توصل لأكبر شريحة ممكنة. مثل ما اليوم كل الأساليب الجهل اليوم متوجهة على التيفي، وبكل أسف التيفي يعني اليوم هو أكثر وسيلة تثقيف بين قوسين مع اعتراضي الكامل على الكلمة للمجتمعات، أنا برأيي لازم نعمل قنوات، يطلع قنوات، هي قنوات تنويرية خلينا نسميها، قنوات تفهم الناس، يكون في تمويل لهيك مشاريع، حدا يمول هيك قنوات يعني، ويا أخي خليها تكون غسيل أموال، خليها تكون أي شيء، وفي ما يحط اسمه إذا هو خايف على نفسه، إذا عايش لساته بمجتمعات عربية، في ما يسميها باسمه، يعتبرها كمشروع غسيل أموال باسم حدا تاني مسجلة بدولة أوروبية أو بدولة آسيوية، ما بيهم يعني، هي التفاصيل القانونية كتير سهلة، لكن المهم وجود تمويل، تجيب أخصائيين ساعتها، فيك تجيب دكاترة جامعات، فيك تجيب أشخاص مثقفة، تطلع تعمل برامج توعوية صحيحة، تعمل أشياء عن جد تنمي أو تساعد أكبر بأكثر بنشر هي الثقافة المنتشرة، مثل ما اليوم منتشرة بس ثقافة يا قنوات دينية يا قنوات رقص، يعني خلينا نعمل قنوات يا أخي تنويرية، قنوات علمية فلسفية أخلاقية اللي بدك إياه من هذا النوع، هذا برأيي هي الوسيلة الوحيدة اللي أنا شايفها رياليستيك، يعني أنا كمان ما بدي يكون عم فكر بدنك الوسائل اللي هن نون رياليستيك، الوسيلة الوحيدة رياليستيك هي هي. بالضبط أخي ديفيد، بصراحة هو هي الطريقة الواقعية الوحيدة، يعني طفرات جينية، خلينا نقول طفرات دكتاتورية، ما أظن يعني بورقيبة مرور الكرام للأسف الشديد، وشفنا يعني لولا بورقيبة والثقافة الباقية من بورقيبة كان هلا تونس صارت مثل ليبيا يعني، بس وما أظن تجي بهالطفرة هي بهالسرعة هي كمان، محتاجين عدة دكتاتوريات يعني مثل من هالنوعية، بس هذا شيء مثل ما قلت مستحيل، ولكن الوسيلة الواقعية والحقيقية هي بالفعل مثل ما قلت، نحن عندنا الإنترنت عم نحارب منه، وبنتمنى تكبر المشاريع هاي وتوصل لكل الناس، يعني مو العدد الأكبر، لا لكل الناس، كل الناس من القارئ وغير القارئ، المثقف وغير المثقف، يصلوا لهالمرحلة، يشوفوا الأفكار الجديدة اللي عم بتصير بكل العالم، يعني مو إنه ما راح نتم نحن عايشين بالعصور الوسطى، يعني بكفي. طيب أخي ديفيد، بصراحة هاي أنا يعني بتمنى أسوي حلقة على هالموضوع هذا بصراحة، يعني معك خاصة، وأتمنى أحضر له حلقة عن مسألة الطفولة كمان. طبعا بشان قناة الأخ ديفيد أنا راح أصحح اللينك، أكيد يكون في خطأ، ممكن تشوفوا قناة الأخ ديفيد وفيها مواضيع رائعة بصراحة هو يطرحها، ومواضيع يعني للمثقفين وغير المثقفين، وأنا بتمنى يعني الناس كلها تستفيد منها. طيب أخي ديفيد، كلمة أخيرة بتحب تقولها أنت بهالحلقة هاي؟ الكلمة الأخيرة بس برجع وبأكد يا جماعة الطفل، نحن حلقتنا اليوم كانت بالأساس عن التربية، استشطينا بكتير مواضيع، لأنه برجع على نفس فكرتي أنه لا يوجد شيء مستقل عن شيء، الأمور كلها بالنتيجة، العلوم كلها، الأفكار، الفلسفات، كذا، مناحي الحياة بالنتيجة كلها مترابطة مع بعضها، ما فيك تكون متخصص ومتحدد بشغلة واحدة بس، فمشان هيك استشطينا شوي، بتمنى يكون شطط مفيد وليس يعني شطط غوغائي. بس لأرجع لموضوع التربية وباتوم لاين أخير بدي أرجع أحكي، بس بتمنى موضوع التربية يا جماعة، الأطفال اللي تشايلد أبيوز، حرام عليكم تعدوا تعلموا الأطفال أشياء نون رياليستيك، لا تعلموا الأطفال أشياء وهمية، لا تعلموا الأطفال يكرهوا بعض، لحنا بشر، لحنا كلياتنا بشر، أنا شخص سافرت يعني معظم قارات العالم القديم، سكنت بكتير دول،
عاشرت أشخاص يمكن من كل الثقافات والدول بالعالم مروا علي. لحنا ناس، لحنا بشر، صدقني. الصيني والتايلندي والماليزي والسويدي واللي بتشيلي والأورغواي، كلياتنا بنتشارك نفس الهموم، كلياتنا بنتشارك نفس التفكير. بيولوجيا نحن مثل بعض. اللي عم يفرقنا شغلة واحدة بس، التحزبات الدينية والطائفية والسياسية. طبعا أنا برأيي يا جماعة، خلونا بس نحاول نربي أطفالنا على هي الإنسانية، نربيهم على هي القيم. ما تربي على أنه هداك الآخر هو غير أنت. لحنا كلياتنا واحد، عم نختلف باللغة لكن بالجوهر واحد تماما، بالعمق السيكولوجي لحنا جميعنا واحد. لا تخلوا هدول الأطفال، هذا الطفل اللي اليوم رايح عم يقاتل داعش صف خامس، هذا لازم يكون عم يلعب، عم يتعلم بالمدرسة، رايح عم يقاتل داعش. عمي انت شو بدك بداعش؟ وداعش نفس الشيء عم تجند الأطفال، وكمان كل الطوائف نفس الشيء بتشتغل. يا جماعة حرام عليكم، بس الطفولة، بس اتركوهن على جنب. بتمنى منكم يا جماعة لا في طفل بتجي رزقته معه، ولا في طفل بيجي بطيخ مبسمر معه. الأطفال وقت عم يجوا هدول مسؤولية، مسؤولية، ماله لعبة، ماله لعبة بتشتريها من السوبر ماركت وياه يستملي وبتحبه وبتركض فيه بتتبروص فيه. هذا مو لعبة، هذا مسؤولية، هذا بني آدم، هذا البيبي اللي ماسكه بإيدك هيك وعم تفرح فيه، يمكن يطلع سفاح، يمكن يقتل ناس، يمكن يطلع ديكتاتور، يمكن يطلع هتلر، يمكن يطلع إنسان كتير منيح، يمكن يطلع نيلسون مانديلا. أنت اللي بتحدد، تربيتك اللي بتحدد حيطلع حرامي ولا حيطلع إنسان جيد، أنت اللي بتحدد. الموضوع ماله لعبة، مالكم متجهزين لأنكم تخلفوا أطفال، ما عندكم إمكانيات مادية، ما عندكم بيت مستقل، ما عندكم كذا كذا كذا، لا تخلفوا أطفال. الموضوع الطفولة كتير بيزعجني، كتير هذا الأساس، هذا طفل ما ذنبه. يا جماعة وقت أنت عم تشوف تبع داعش، هذا مو ذنبه، هذا لأنه مغسول دماغه من أهله. عرفتوا ليش انا ما بتمنى؟ انا وقت كانت عم تطلع هاي الصور وفي ناس عم تحط على الفيسبوك انه داعش مقتول وهو عم يتصور سيلفي معه او ما شابه، انا عم يحترق قلبي. اوكي هذا داعش يا اخي، وهذا سفاح وقتال، وانا اذا بيشوفني حيقوصني بعرف، لكن انا بنظر هاي النظرة الانسانية. هذا الشخص تم برمجته منذ الصغر، هذا ما دخل، هو ما ذنبه، ما عنده فري ويل، ما عنده حرية ارادة، تم برمجته لصار سفاح وقتل العالم. لا يوجد شخص على الإطلاق لم يتأثر بالتربية اللي ترباها بصغره. كتير انتبهوا على هي النقطة. هدول أولادكم اللي عم تزتوهم بالشارع، هدول بالنتيجة مسؤوليتكم. الله ما له فرحان فيكم عم تكتروا أمة محمد ولا أمة عيسى ولا أمة موسى. الموضوع مو عم نكتر هيك، ما لنا قاعدين عم نتقاتل بالحارة. الله بده يسألك إذا كان في الله بكرة، ليش هاد الولد هيك طلع؟ هذا الموضوع كتير أساسي. لا تجيبوا أولاد إلا لحتى تكونوا عرفانين تربوهم، عندكم إخصائيين نفس حواليكم، عم تقروا كتب عن علم النفس، عن علم تربية النفس، علم الطفل تحديدا. بطلوا لي هاي حركات اسأل الشيخ واسأل الشيخة واسأل أمي واسأل ستي. انسونا هذا الموضوع، خلونا نصير شوي أشخاص أرقى بمجتمعنا. أنا بتشكرك كثير أخي ديفيد، وبصراحة يعني أنا أشد على إيدك، وكلامك مثل ما بقولوا عين العقل. وبتمنى كل أهالينا وكل ناسنا يسمعوا الكلام هذا. يا جماعة بكفي بكفي بكفي، لوين رايحين؟ يعني هذا اللي بتجوز بنت عمه، وهذا بتجوز بطيخه، وهذا بيجي أولاده أخرس. ويعني التربية للأسف الشديد يا ديفيد، يعني ما بعرف شو بدي أقول. للأسف الشديد الثقافة مزروعة فينا، ثقافة كتير ضحلة ضحلة إلى أبعد الحدود، يعني للأسف الشديد. لكن بنتمنى وبنرجع بنكرر إنه بلكي الناس توعى هاي وتفهم. وحاج بقى يا جماعة، يعني كثرة الأولاد، والأولاد مسؤولية، وهن المستقبل اصلا. يعني لما عم تربيهم هالتربيه هن المستقبل، هن اللي على كل. انا بتشكرك كثير اخي ديفيد، ونتمنى نشوفك بحلقه قريبا مثل ما بقولوا. ومواضيع بصراحه مواضيع كثير رائعه ومواضيع مهمه جدا يعني، واكيد راح نلتقي قريبا. وبتمنى كمان مسائلك، المسائل الانترنت والسكن وهالمسائل، هي المسائل الحياة العملية شوي
تهون عليك كمان حتى تكون معنا على طول يعني. بشكركم كتير وبشكرك أخي ديفيد، إلى اللقاء في حلقة قادمة. طبعاً أكيد حلقتنا راح تكون يوم الخميس الساعة 5 مع نبينا سامي ذيب، وبعد الساعة 8 كمان مع مجاهر جديد الأخ رشيد من سوريا، فكونوا معنا أصدقائي. شكراً لك ديفيد. شكراً جميل. شكراً حبيبي، شكراً. إلى اللقاء أصدقائي، إلى اللقاء.